اوكي تمام. عايز بس اسال الاول سؤال، حد يفكرنا كده بانواع الانيميز اللي احنا خدناهم لحد دلوقتي؟ الهيموليتكس خدنا اللي هي خاصة من البمبري احنا خدنا الاول ايرون ديفيشنسي، برافو عليك، عايز انت هتبدا تقسم كده تمام كويس. خدنا الاول ايرون ديفيشنسي، تمام وبعد كده الهيموليتيك انيميا خدنا الاسباب خاصه كبسولات خاصه بالممبرين زي السفيروسايتوزس ماشي. وزي ال في ايه تاني في ال بي ان اتش، الاكواير بي ان اتش، بي ان اتش ايوه عموما تمام ايوه. وخدنا تمام مشاكل في الهيموجلوبين في الهيموجلوبين ثلاسيميا وسيكل سيل، وجي 6 وسيكل سيل وجي 6 بي دي وخدنا مشاكل في الانزيمز مش كده، جي 6 بي دي اه تمام. تعالى بقى نتكلم دلوقتي على ديس اوردر مهم جدا 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 اسمه اوتو اميون هيموليتيك انيميا، مهم خالص خلاص كده. وهنا ايه اللي هيحصل بقى؟ هيحصل تكسير، تكسير للار بي سيز بسبب ان الجسم انتج ضدها انتي بودز كويس كده تمام. والانتي بودز هنا لقينا نوعين كبار، ايزر اي جي جي خلاص كده تمام، اور اي جي ام كويس. يبقى احنا لسبب ما هنشوف الاسباب دي بعد شويه، الاميون سيستم انتج اجسام مضاده انتي بوديز ضد الار بي سيز اللي هتؤدي الى التكسير بطريقه ما هنشوفها دلوقتي خلاص كده. لان الانتي بوديز دول اوفر اول نوعين كبار، ايزر اي جي جي واي جي ام، وفي فرق ما بين الاثنين، غير بقى ان الاسباب اللي بتعمل ده غير الاسباب اللي بتعمل ده، في فرق ايه؟ الفرق الاول الابسط اللي كلكم يعني بتحبوه سهل جدا، ان الاي جي جي خلاص كده بيشتغل افضل، افضل ما يكون في درجه حراره الجسم، لكن الاي جي ام بيشتغل افضل ما يكون لما درجه حراره الجسم تقل شويه. يعني هم لقوا بره المعمل، بره يعني لما خدت الانتي بودز دي وفي المعمل وبدرسها، لقينا ان الاي جي جي دي افضل فانكشن ليه عشان يعمل التكسير ار بي سيز عند درجه حراره 37 كويس كده. في حين ان الاي جي ام ده افضل درجه حراره بيشتغل فيها كانت درجه حراره 4 خلاص. مش معنى كده ان العيان هيحصل له التكسير لما جسمه درجه الحراره تقل لحد 4 يعني خلاص كده، لكن القصد يعني ان الاي جي جي بيشتغل في درجه حراره الجسم العاديه، لكن الاي جي ام عشان يشتغل ويعمل هيموليسيس محتاج ان درجه حراره الجسم تكون قلت شويه خلاص. عشان كده في بقى ايه تقسيمتين كبار اللي انت هتشوفهم دلوقتي بعد شويه، اللي هو اوتو اميون هيموليتيك انيميا ديو تو وورم رياكتنج انتي بوديز خلاص كده، واوتو اميون هيموليتيك انيميا ديو تو كولد رياكتنج انتي بوديز. يبقى انا عندي نوعين، اوتو اميون هيموليتيك انيميا بسبب وورم رياكتنج انتي بوديز خلاص كده، ودي الاي جي جي ميديتد، واوتو اميون هيموليتيك انيميا بسبب كولد رياكتنج انتي بوديز، ودي اللي هي مينلي اي جي ام ميديتد. خلي بالك من كلمه مينلي، لان في اوتو اميون هيموليتيك انيميا ديو تو كولد رياكتنج انتي بودي واي جي جي، لكن للام سي كيو والاسئله الشفوي هما نوعين، انا عايزك تعرف نوعين، الورم رياكتنج انتي بوديز ده اي جي جي، والكولد رياكتنج انتي بوديز ده اي جي ام. المعلومه الثانيه حكايه درجات الحراره دي، درجات الحراره بتاعت المعمل، يعني ده موست اكتف عند درجه حراره 4، مش لما درجه حراره الجسم لا لما تلور شويه هيبقى اكتف، لكن افضل اكتيفيتي ليه في المعمل كانت عند درجه حراره 4 فسموه ديو تو كولد رياكتنج انتي بوديز خلاص. وكان يعني زمان واحد من الدكاتره الكويسين كده اللي كانوا بيشرحوا لنا واحنا صغيرين يعني عشان يحفظنا الحكايه دي، كان قال لنا كلمه، افتكر كلمه ايه، مسقعه، بحيث ان سقعه كولد يعني وميم ام اي جي ام، اذا كنتوا بتحبوا الحاجات دي وانتوا بتحبوها جدا طبعا انا عارف الكلام ده. فالاي جي جي هو اللي هو الورم رياكتنج، والاي جي ام اللي هو مين بقى، الكولد رياكتنج. يبقى الاوتو اميون هيموليتيك انيميا هيحصل انتي بودي في الاساس انتي بودي ميديتد هيموليسيس، ايزر اي جي جي الورم رياكتنج او الاي جي ام اللي هو مين بقى، الكولد رياكتنج كويس كده تمام. طيب وكان الفرق حكايه ايه، وورم وكولد ودرجه الحراره. الفرق الثاني ايه بقى، في طريقه التكسير خلاص كده تمام. فتعال نشوف رسمه كويسه خالص من كومار، يعني تعال نشوف ان ده انتي بودي، واضح ان هو اي جي جي اهو اللي هو ده كده اهو كده اوكي. ده راح عمل ايه، مسك على ريسبتورز على سطح الار بي سيز، يعني دي ار بي سيز دي ريد سيل اهي اوكي، وادي الانتي بودي اللي هو الاي جي جي ده مسك على سطحها كويس كده، وبعدين بالاف سي بورشن راح مسك في مين، في الماكروفاجز كويس كده تمام. طيب بعدين هيحصل ايه، هيبدا يحصل كومبلمنت اكتيفيشن، دي الخطوه اللي بعدها
اوكي، وفي احتمال صغير نادر ان القصه تبقى بس كومبلمنت ميديتد. اوكي كده تمام. فاصبح عندي، ركز معايا بقى دلوقتي، ثلاث احتمالات او ثلاثه. اوكي كده، ان الانتي بودي مسك بس، او ان الانتي بودي مسك وحصل معاه كمان كومبلمنت اكتيفيشن، او احتمال نادر قوي انسيجنيفيكانت الحقيقه مش بيعمل مشكله كبيره، ان بس الكومبلمنت هو اللي راح مسك على سطح الار بي سيز ومسك على ريسبتور في الفاجوسيتيك سيلز. ده احنا بنتكلم على مين دلوقتي؟ على الاي جي جي، على الورم رياكتنج انتي بودي. طب ايه السيكولي بتاع الموضوع؟ لو مسك الانتي بودي بس اهو كده ما بين ده وده، هتروح الفاجوسيتيك سيلز تعمل ايه؟ هتروح تاكل، ثانيه واحده بس اعدي دي كده بعيد شويه، هتروح تاكل الجزء ده بس، ثانيه اوكي، هتروح الفاجوسيتيك سيلز دي تروح واكله الانتي بودي بالجزء ده من الار بي سيز اهي كده اهو. النتيجه ايه بقى؟ افتكر بقى كده معايا حاجه صغيره، ان الممبرين صغر مش كده، يروح واخد شكل ايه بقى هنا؟ سفيروسايتس. فاكر لما كنت بقول لك هيريديتري سفيروسايتوزس مش كده، وقلت لك ان ده مش بس السفيروسايتس في البلاد فيلم هتكون مع هيريديتري سفيروسايتوزس، ده في سيتويشنز ثانيه هيحصل معاها سفيروسايتوزس. ممكن حد يفكرنا كده، هو الهيريديتري سفيروسايتوزس ليه الار بي سيز كانت بتاخد شكل سفيروسايتس؟ حد فاكر؟ السبلين كان بياكل حته ناقصه فيها السبكترين. حلو جدا، بسم الله ما شاء الله. لا والله يا شباب انتوا يعني كده عاملين، يعني انا مبسوط ان انتوا كده عاملين بروجريس حلو قوي. الهيماتولوجي باي ذا واي من البرانشات الصعبه، مش البرانشات السهله خالص يعني، ويمكن فرصه كويسه ان احنا ناخدها اونلاين ويبقى معاكم الفيديوز، بحيث ان انت لو في حاجه واقعه منك تراجعها. لكن كده حلو قوي، كان السبكترين ناقص. طب ميرنا تقول لنا كان الانهيرتنس بتاعه الفورم بتاعه ايه؟ يعني هل اوتوسومال دوميننت اوتوسومال ريسيسيف؟ اوتوسومال دوميننت. اوتوسومال دوميننت طبعا، كان اوتوسومال دوميننت. برافو عليكم. كان في سبكترين ديفكت مش كده، فكان يعدي على السبلين يروح واكل حته، هنا برضو هيعدي على السبلين هيروح واكل حته خلاص كده، فالممبرين يصغر 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 يروح عامل شكل الايه؟ السفيروسايتس. تاني ده مين ده؟ ده اي جي جي ميديتد. طيب لو حصل ان الاي جي جي والكومبلمنت اللي هو الاحتمال الثاني خلاص كده تمام اهو ده كده تمام، اي جي جي وكومبلمنت، النتيجه ايه بقى؟ ان الفاجوسيتيك سيلز بتاكلها كلها كويس كده، ويبقى ساعتها في ايه بقى؟ الهيموليسيس كويس كده. يبقى انا دلوقتي في العيان اللي عنده اوتو اميون هيموليتيك انيميا ديو تو اي جي جي. كان في حد بيسال من شويه اي جي جي واي جي ام، كنا بنقول ان الاوتو اميون هيموليتيك انيميا ده هيموليسيس بسبب ان جهاز المناعه انتج انتي بوديز ضد الار بي سيز، وان الانتي بوديز اللي ضد الار بي سيز دي نوع من اثنين، اي جي جي او اي جي ام. الفرق ما بينهم في فرقين، الفرق الاول درجه الحراره اللي بيبقى فيها الانتي بودي ده موست اكتف خلاص، 37 او وورم مع الاي جي جي، 4 ده في المعمل او لما درجه حراره الجسم تقل شويه مع الاي جي ام خلاص. تعال نتكلم بقى على الفرق الثاني اللي هو طريقه التكسير، ما تنساش ان احنا بنتكلم على هيموليسيس خلاص كده تمام. طريقه التكسير دي عباره عن ايه؟ احنا بنتكلم على اي جي جي. الاحتمال هو اي جي جي بس مسك على الار بي سيز وبعدين راح مسك على الفاجوسيتيك سيلز، فنروح معديين على الفاجوسيتيك سيلز دي تروح واكله الحته اللي هي فيها الانتي بودي كويس كده، يروح مطلع لي سفيروسايت كويس. او الاحتمال الثاني ايه بقى؟ الاحتمال الثاني ان هو انتي بودي وكومبلمنت، انتي بودي وكومبلمنت خلاص، الاثنين ماسكين على الار بي سيز وماسكين على الفاجوسيتيك سيلز، تروح الفاجوسيتيك سيلز واكلها كلها ومكسره الار بي سيز، فيبقى فيه هيموليسيس. الاحتمال الثالث النادر الانسيجنيفيكانت انها كومبلمنت ميديتد بس، وغالبا ده مش هياثر على الار بي سيز باي شكل من الاشكال. الخلاصه ان الاوتو اميون هيموليتيك انيميا بسبب الاي جي جي اللي هتتكون لاسباب هقولها دلوقتي خلاص كده تمام، النتيجه جزئين، ار بي سيز هتبقى سفيروسيتك وار بي سيز هتتكسر ويبقى فيها ايه؟ هيموليسيس. يا ترى هنا هتتكسر فين؟ تفتكروا هتتكسر فين كده؟ سبلين عشان سبلين طبعا، فده اكسترا فاسكولار هيموليسيس، ده اكسترا فاسكولار هيموليسيس خلاص كده. بص بقى على عكس اللي هيحصل مع الاي جي ام اوكي كده، ايه اللي هيحصل مع الاي جي ام بقى؟ اللي هيحصل مع الاي جي ام اجليوتينيشن. انت عارف ان الاي جي ام شكله غير الاي جي جي، الاي جي ام بنتاميريك، يعني الاي جي ام كانهم كده خمسه مش كده، وكل واحد فيه كده كانهم خمسه، اثنين كده ثلاثه اربعه خمسه كده، فده شكل الاي جي ام اللي انا رسمه على الجنب ده خلاص. فهيعمل ايه؟
هيروح ماسك اهو كل واحد من دول هيمسك 2 ار بي سيز كده، فيعمل اجليوتينيشن. اجليوتينيشن يعني يجمع الار بي سيز على بعض ويتكسروا انترافاسكولار. خلاص كده تمام. فخلي بالك بقى انه هيعمل اجليوتينيشن ويتكسروا انترافاسكولار، والتكسير ده كومبلمنت ميديتد. اوكي تمام. فيا ترى دلوقتي ايه الفرقين الكبار ما بين الاي جي جي ميديتد اللي هو هيحصل في الاوتوميون هيموليتيك انيميا بسبب الورم رياكتنج انتي بوديز، وما بين اللي هيحصل مع الكولد رياكتنج انتي بوديز؟ هل ممكن اختار احمد منتصر ومعانا؟ ايوه موجود. يلا يا احمد قول لنا ايه الفرقين الكبار. التمبريتشر درجه الحراره اللي فيها موست اكتف. حلو خالص. الاي جي جي ده 37. حلو جدا. التاني الموست اكتف عند 4 بس ده ما بيحصلش يعني اللي هو لو قلت الحراره. ده في المعمل، لكن الفكره ان لما درجه الحراره الجسم تقل شويه. تمام. الورم اكتنج اكسترا فاسكولار. الورم اكتنج الاي جي جي اكسترا فاسكولار ومعاه سفيروسايتوزس. اكسلنت. والكولد انترا فاسكولار. انترا فاسكولار ومعاه اجليوتينيشن. حلو كده تمام. كويس جدا، كويس جدا جدا جدا. ده الكلام ده ممتاز خالص خالص خالص. فدول الفرقين الكبار اللي احنا هنتكلم عليه. تعالى نتكلم على الموضوع، بيخلص في دقائق يعني مفيش فيه مشكله. تعالى نتكلم على تفصيل الامور شويه. ايه بقى صغيرين؟ تعالى نتكلم على اوتو. انا عاملها لك في الكتاب صفحه واحده كده كلهم قدام بعض وهم بساط يعني. فتعالى نتكلم على الاوتو اميون هيموليتيك انيميا بسبب الورم رياكتنج انتي بوديز. وباي ذا واي زي ما كنا بنتكلم قبل ما نرجع تاني، يعني ان عيانين الهيموليسيز قصه، واخد بالك؟ واذا ما كانش العيان تيبيكال هيستوري يعني مش عارف القصه بدا من هو صغير وعنده فاميلي هيستوري اوف ثلاسيميا وثلاسيميك فيشز وليفر ده ثلاسيميا خلاص كده. لكن زي ما حد كان بيقول الحصه اللي فاتت او اللقاء اللي فات ان في ثلاسيميا كانت اتشخصت مش عارف عن 8 سنين وفي جيكس بي دي و30 سنه. ايوه ده الحقيقه، يعني غير بعض. انت في سنه 6 على فكره ولحد الماجستير كمان كويس كده. مطلوب منك ايه؟ مطلوب منك التيبيكال سيناريو. كويس كده تمام. التيبيكال سيناريو يعني وانت ماشي على العيانين هتبقى عارف ان دي العيانه بتاعه الايرون ديفيشنسي اللي عندها مشكله الشعر والضوافر واللسان وكده وعندها نزيف، او ده العيان اللي عنده كانسر او عنده انكلوستوم، او عيان البي ان اتش اللي لما عنده هيموليسيس انترا فاسكولار وثرومبوتيك ايفنت. يعني كل واحد كيس سيناريو تيبيكال ده اللي عليه. بس كدكتور القصه مش كده يعني، القصه لا في اختلافات ما بين الناس. طب ايه التيبيكال بقى سيناريو بتاع الاوتو اميون هيموليتيك انيميا؟ يعني امتى اقول ان ده اوتو اميون هيموليتيك انيميا؟ اقول لك انا بقى حد ادلت وفي ميل في الاغلب وحصل عنده اكسترا فاسكولار هيموليسيس. كويس كده تمام. يعني هيروح نديك كده حد عشرينات تلاتينات وبدا عنده الاوتو اميون هيموليتيك انيميا، لو يعني حد كويس كده ومتعاون معاك هيديك كمان سيستميك لوبس. كويس كده. ده التيبيكال باترن اللي هو هيجي لك في الكيز او الام سي كيو وتروح رايح ناحيه اوتو اميون. يوم ما يديك ادلت اونست يعني القصه بدات معاه وهو كبير شويه لسنه سته، لكن انت شفت معايا ان في حاجات ممكن تظهر عادي هو ادلت مفيش مشاكل يعني. في ميل تلاتينات عشرينات ولا مسكن اربعينات ولا حاجه وبدا يحصل فيها اكسترا فاسكولار هيموليسيس، روح ناحيه الاوتو اميون هيموليتيك انيميا. بص لو ما ادلكش اي ايفيدنس على اي حاجه قول ان دي اوتو اميون هيموليتيك انيميا او فور ديفرنشال موستلي اوتو اميون هيموليتيك انيميا. خلاص كده تمام. كويس خالص. ليه يحصل بقى ان الجسم يكون انتي بوديز من النوع الاي جي جي ضد الار بي سيز؟ خلاص كده. في الماجوريتي اوف كيسز باي ذا واي ايديوباثيك، مش عارفين ليه. خلاص كده. في نسبه صغيره من الحالات كان سيكندري لنون كوز. خلاص كده. والنون كوزز دي سهله. في الاول عندي ثلاثه: لوبس، ليمفوما اند لوكيمياز. لوبس، ليمفوماز اند لوكيمياز سبيشالي سي ال ال. ايه حكايه بقى سي ال ال وهودجك الليمفوما ونون هودجك الليمفوما؟ ده ان شاء الله ابتداء من المره الجايه ان شاء الله على طول هنبدا نخش فيه. فخلي بالك، خلي بالك من عيانه سيستميك لوبس خلاص كده وبدا يبقى عندها انيميا جوندس هيباتوسبلينوميجالي، واخد بالك كده؟ هو عايزك تروح على طول ناحيه ان دي اوتو اميون هيموليتيك انيميا. ويسالك مثلا يجي الكلام ده ام سي كيو، ام سي كيو جمله مشهوره خالص يعني، عيانه سيستميك لوبس وروح يحصل لها ويقول لك بقى وطلع عندها هيموجلوبين 8 وريتيكولوسايتوزس وال دي اتش وان دايركت بليروبين ومش عارف ايه وبتاع، اللي هو شكل الانفستيجيشنز بتاع الهيموليتيك انيميا يعني. وتحب تعمل لها ايه الانفستيجيشن اللي هتعمله اللي جاي؟ تكتب كومبس تيست. ايه كومبس تيست اللي احنا هنشوفه دلوقتي بتاع تشخيص الاوتو اميون هيموليتيك انيميا؟ فخلي بالك جدا 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 من حكايه سيستميك لوبس. فدي اول ثلاثه: لوبس، ليمفوماز اند لوكيمياز سبيشالي السي ال ال. ما هنشوف بقى الحكايه دي واحنا ماشيين ان شاء الله، وهنعرف ان ده اصلا بيبقى معاهم اوفر ستيميوليشن اوف ذا اميون سيستم، فيروح مطلع كميه كبيره من الانتي بوديز اللي ممكن فيهم واحد يروح يرياكت مع مين؟
مع سيرفس ريسبتورز على سطح الهربيسيس. خلاص كده تمام. طيب المجموعه الثانيه من الاسباب هي مين؟ الادويه دروجز. اهي كده. واقدر يعني كاني اقدر اقول في مجموعه ايديوباسك، في مجموعه بتاعه اللوبس والليكوميا واللينفوما، وفي مجموعه ثالثه بتاعه الادويه. فخلي بالك بقى ايه رايك في الدروج انديوسد هيموليسيس؟ سؤال هنجمعه ان شاء الله بعد شويه. يعني ايه رايك في ادويه بتنديوس هيموليسيس؟ انت لحد دلوقتي خدت بتوع الجي 6 بي دي اكسلنت. عايز طبعا في مجموعه الادويه بتاعه الاسبرين والانتي مالاريال والانتي بايوتيك اللي بتعمل جي 6 بي دي، صح كده؟ وفي ادويه ثانيه اديك هتاخدها بقى دلوقتي ممكن تنديوس اوتوميون هيموليتيك انيميا ديو تو ورم رياكتنج انتي بودز. خلاص كده تمام، ماشي الحال. عندي بقى الادويه بتنديوس الكلام ده ازاي، وخلي بالك عشان الكلام ده مهم، مهم جدا، هو هيتجمع بعد شويه. عندي ثلاث انواع. اوكي، في مجموعه الاولى اسمها هابتن ميديتد. يعني ايه هابتن ميديتد؟ يعني ادي الار بي سيز. خلاص كده، واحد اخذ دواء والدواء ده واحد من الميتابولايتس بتاع الادويه دي. اوكي كده، تروح تمسك على سطح الار بي سيز وتاكت از هابتن. يعني ايه هابتن؟ تخليها انتيجينيك. كويس كده، فيروح جهاز المناعه مكون انتي بودي اهو اي جي جي، ويروح الانتي بودي يروح ماسك في مين بقى؟ يروح ماسك في الميتابولايت بتاع الدراج ده على الريسبتور على سطح الار بي سيز، ويبدا يحصل القصه اللي احنا حكيناها من شويه. فاول مجموعه من الادويه هتميديت الهيموليسيس، واحد هابتن ميديتد. كويس كده، ادي المجموعه الاولى. اشهر واحد مين؟ بينيسيلينز. يا نهار ابيض، خلي بالك عشان احنا في الهيماتولوجي هنبدا بقى نقرب شويه من حكايه الادويه واعراضها الجانبيه. بينيسيلين ممكن ينديوس هيموليسيس اوتو اميون هيموليتيك انيميا ديو تو وورم رياكتنج انتي بودي. الناس اللي كانت بتسال هو فعلا ممكن نشوف عيان هيموليسيس ويبقى بالنسبه لنا غامض؟ لان ممكن عيان يكون اخذ بينيسيلين او مشتقاته، صح كده، وجايب هيموليسيس. طبعا الرابطه بقى محتاجه ان حد يكون قاري كويس وايه وعارف الحكايه دي شويه. النوع الثاني اسمه اميون كومبلكس ميديتد. يعني الانتي بودي اهو كده اهو موجود في الدم، مسك في دراج ميتابولايت اللي هم الاشهر هنا الكاينينز، وخلي بالك برضو ان دي ادويه ملاريا مش كده في الاساس، وعمل اميون كومبلكس وراحوا هم الاثنين مسكوا على سطح الار بي سيز. كويس كده تمام، راح وميديت بعد كده الهيموليسيس. ده اسمه اميون كومبلكس ميديتد. النوع الثالث ده الكاينين. النوع الثالث بقى اوكي كده اسمه ترو انتي بودي فورميشن. يعني الدراج ده يخلي الريتيكولوم سيلر سيستم يصنع انتي بودي اهو فعلا ضد بروتين نورمالي موجود على سطح الار بي سيز. ده اسمه ترو انتي بودي ميديت. نرجع بس نرجع مره ثانيه كده. يبقى انا الاسباب في الاول عندي ثلاثه: لوبس، لوكيميا، لينفوما، ولوكيميا سبيشالي سي ال ال. هنشوف الحكايه دي ان شاء الله من الحصه الجايه. والدراج انديوسد بواحد من ثلاثه ميكانيزمز: يا اما دراج ميتابولايت يمسك على سطح الار بي سيز وياكت از هابتن، يعني يخليه انتيجينيك كويس، وده زي مين؟ البنسلين. اور الدراج ميتابولايت ده يمسك في انتي بودي ماسك في السيركيليشن، والاثنين يروحوا يمسكوا على سطح الار بي سيز، وده اسمه اميون كومبلكس ميديتد. ده زي الكاينين. اور الدراج اندوس ارتيكولار سيلر سيستم ان يكون فعلا انتي بودي ضد بروتين على سطح الار بي سيز، وده اسمه ترو انتي بودي ميديتد. وده اهم دواء عايزك تحفظه، ده الالفا ميثايل دوبا. فاكر الالفا ميثايل دوبا بقى ده من كارديولوجي مش كده؟ كان فين الالفا ميثايل دوبا؟ تريتمنت اوف هايبرتنشن في البريجننسي، فيرست تشويس في البريجننسي، كان في التريتمنت بتاع الهايبرتنشن، وكان سنترالي اكتنج مش كده، سنترالي سمباثيتك بلوكر. اوكي، وكانت شهرته المشهوره جدا الكبيره خالص انه سيف في البريجننسي، وكنا ساعتها قلنا لما ترجع للكتاب يعني في الفتره دي او للمحاضره ان مش ده الوحيد السيف في البريجننسي يعني. اوكي تمام، لكن شهرته الكبيره ان هو بيستخدم في البريجننسي، وكنت بقول لك خلي بالك عشان في مجموعه من السايد افكتس، صح كده، منهم اثنين دايما ماشيين معانا، اثنين مهمين جدا جدا جدا: هيباتايتس اند هيموليسيس. مش كده، ادي الهيموليسيس بقى تتسائل بقى ساعتها، يعني هيقول لك والالفا ميثايل دوبا ده والسايد افكتس بتاعته ايه، فتقول وكذا وهيموليسيس، يمسك بقى في الهيموليسيس دي ويقول لك انهي نوع من الهيموليسيس. خلاص كده تمام، تقول فعلم على دي، علم على دي ستار كبيره جدا، تقول ان الالفا ميثايل دوبا ده اهو واحد من الادويه اللي بتنديوس اوتو اميون هيموليتيك انيميا ديو تو وورم رياكتنج انتي بودي اللي هو من الاي جي جي سب تايب. كويس كده، وده ترو انتي بودي ايه فورميشن. في ادويه ثانيه تنديو يبدا بقى في الشفوي، القصه تمشي كده مع الشاطرين طبعا جدا، انتوا كلكم ان شاء الله يعني ايه شاطرين جدا جدا جدا.
تبدا القصه معاك بقى في الشفوي وتمشي كده خلاص كده اللي هو طب ايه ادويه ثانيه تعمل ايه اوتوميون هيموليتيك يعني ورم رياكت طب ايه ادويه ثانيه تعمل هيموليسيس اصلا اللي احنا فاضل واحد بس هنجمعه واحنا ماشيين طيب كويس قوي فالعيان ده يبقى شكله عامل ازاي هو عيان هيموليسيس الانيميا بالجوندس بالليفر وسبلين وغولستون وايرن اوفرلود وكل الكلام اللي انت عارفه واحتمال كرايسيس وكل حاجه زائد فيتشرز اوف ذا كوز اذا كان في كوز خلاص يعني اذا كان عيان لوبس وانيميا عيان سي ال ال وانيميا وجوندس اقول اه عيان واخد الدواء الفلاني وانيميا عند جوندس فروح رايح ناحيه الكلام ده طب اثبت ازاي بقى ان الانيميا دي اللي مع السيستميك لوبس اللي احتمالاتها متعدده خلاص كده دي اوتوميون هيموليتيك انيميا بسبب الورم رياكتنج انتي بوديز واحد بقى اثبت الاول انها انيميا اثنين انها هيموليتيك انيميا اكسترا فاسكولار بريتيكولوسايتوزس بقى والال دي اتش والاندايركت بيروبين والبلاد فيلم اكزام وكل اللي انت عايزه خلاص عشان اقول بقى ان دي اوتوميون هيموليتيك انيميا عندي بس حاجتين كبار واحد في البلاد فيلم علم بقى عليه علامه كبيره جدا مايكروسفيروسايتس اهي اوكي يبقى انت لحد دلوقتي سفيروسايتس في البلاد فيلم عليها اسباب متعدده على فكره بس انت في سنه سته عايزك تعرف اثنين كل الناس هتقول هيريديتري سفيروسايتوزس وانت عشان شاطر جدا جدا هتقول ايه واوتوميون هيموليتيك انيميا ديو تو ورم رياكتنج انتي بودي زي عرفت ازاي زي ما شفنا في الصوره اللي فاتت الانتي بودي مسك اللي هي في الاول خالص فوق دي مسك على الار بي سيز ومسك على الفاجوسيتك سيلز راحت الفاجوسيتك سيلز واخده الجزء ده في الممبرين صغر شويه كويس كده تمام لا عشان نقول بقى فعلا فعلا ان ده اوتوميون هيموليتيك انيميا هنعمل تيست اسمه ايه بقى اسمه كومبس تيست كومبس تيست او ليه اسم تاني انتي جلوبولين تيست كويس كده تمام ده بيزد على ايه عايزك بقى ايه تصحى معايا جامد وتركز معايا اوكي كده هو هيعمل ايه ركز معايا جامد والله خليكي عشان تفهم التست ده لان ده كومن ان اكزام هو هيعمل ايه بقى هو هيجيب دم بيشنت اوكي كده عنده اوتوميون هيموليتيك انيميا كويس تمام وبعدين يستخلص منه الانتي بوديز اوكي ويروح يحقن الانتي بوديز دي في ارنب رابت خلينا نقول ده كده وكده اهو ما اعرفش هو يعني هيقول ان ده رابت يعني كده اه والله خروف رابت هو رابت ده رابت اوكي تمام وبعدين هو استخلص اهي الانتي بوديز دي كده من دم بيشنت عنده اصلا اوتوميون هيموليتيك انيميا كويس وراح حقن الانتي بوديز دي اهو كده في الرابت كويس كده تمام هنا هيحصل ايه بقى هيبدا الرابت ده يكون انتي بوديز ضد الانتي بوديز دي كويس كده تمام نروح نستخلص الانتي بوديز دي اللي كونها الرابت دي من دمه ونحطها كده اهو كده في ازازه او في تيوب اوكي ودي بقى فيها ايه بقى دلوقتي عندي اوكي بقى فيها انتي بوديز ضد ركز بقى معايا الانتي بوديز اللي بتعمل وكده اوتوميون هيموليتيك انيميا معلومه ثانيه الانتي بودي اللي اتكون جديد ده اهو ده عباره عن اي جي ام خماسي كده اهو اوكي ده الانتي بودي اللي اتكون ضد الانتي بودي اللي بيعمل ايه هيموليسيس اي جي ام ونسمي ده ايه بقى ونسمي ده كده كومبس ريجنت يعني اللي اتعمل ده هيسموه كومبس اهو ريجنت يبقى كومبس ريجنت لو انا عايز اتكلم عليه كلمتين صغيرين كومبس ريجنت ده عباره عن ايه ده عباره عن انتي بودي ضد الانتي بوديز اللي بتعمل هيموليسيس كويس كده الكلمه الثانيه ان نوعه ايه نوع اي جي ام طيب كويس قوي هنستخدم بقى الحكايه دي ازاي احنا هنروح نجيب عينه من دم العيان شايف تعالى بقى نشوف الرسمه الاولى اللي فوق دي اهو اللي هو عنده ايه بقى suspected autoimmune hemolytic anemia فعنده ايه بص كده في الصوره اللي فوق على الشمال خالص دي عنده ار بي سيز ماسك على سطحها ايه انتي بوديز كويس كده هروح انا حاطط عليها الكومبس ريجنت اللي فيها ايه بقى الكومبس ريجنت فيها انتي بوديز ضد الانتي بوديز دي وملحوظه ان الانتي بوديز دي اي جي ام فيروح يحصل ايه بقى تروح ماسكه الانتي بوديز دي على بعض الانتي بوديز اللي ماسكه في الار بي سيز فتروح الار بي سيز متجمعه على بعض اللي اسمه اجليوتينيشن تعالى اوريك صوره ثانيه كده بص كده في اليمين هنا دي كده اهي عينه من دم البيشنت دي اوكي عينه من دم البيشنت في ار بي سيز وفي انتي بوديز اهي ماسكه على سطحها انا اروح واخد العينه دي وحاطط عليها بص الانتي هيومن جلوبولين ايه الانتي هيومن جلوبولين ده اللي هو الانتي بوديز ضد الانتي بوديز فهتروح الانتي بوديز دي اللي انا حطيتها ماسكه في الانتي بوديز دي اهي اللي هي ماسكه في الار بي سيز فتروح الار بي سيز تتجمع خلاص
انها تتجمع ده اسمه اجليوتينيشن. كويس. فبس تست سيمبل ان في كومبس ريجنت جاهز، هناخد عينه من دم العيان نحط عليها الكومبس ريجنت ونبص، هي بيعمل حصل لها انكوبيشن يعني، بس ويبص يشوف ايه، يشوف ان حصل اجليوتينيشن. كويس كده. ده اسمه دايركت كومبس تيست. اسمه ايه؟ دايركت كومبس تيست. هقول لك بقى حاجه صغيره، هتلاقي في الميثودولوجي بتاع التست ده مكتوب ايه، يقول لك هتاخد الار بي سيز من دم العيان بس مش العينه كامله. اوكي كده تمام، خلي دي بس نقطه في بالك دلوقتي، وبعدين تعالى نكمل حاجه صغيره وارجع لها تاني. زي ما انتوا عارفين ان في دايركت كومبس، خلاص كده اللي عرفت دلوقتي ان البوزيتيف بتاعه اجليوتينيشن، وفي ان دايركت كومبس. ايه بقى حكايه ان دايركت كومبس بقى دي؟ هو هيعمل ايه؟ ركز معايا الله يخليك في الجزء ده. هياخد عينه الدم بتاع العيان خلاص كده، بس هيشيل الار بي سيز، يعني هياخد السيروم بس خلاص كده تمام، وبعدين يحط عليه ار بي سيز كومباتبل، وبعدين يحط عليه كومبس ريجنت. اوكي انا بقى اجيب لك من الاخر واقول لك الحكايه فين. دلوقتي العيان اللي عنده اوتو اميون هيموليتيك انيميا عنده انتي بوديز ماسكه على سطح الار بي سيز، واحتمال ركز بقى معايا يكون في انتي بوديز فري في السيروم. كويس كده، احتمال يكون في انتي بوديز فري في السيروم. اوكي كده. اوكي حد عايز اسال سؤال؟ لا مفيش. طيب وعنده انتي بوديز فري في السيروم، كويس كده تمام. انا دلوقتي هعمل ايه؟ هحاول اعمل ديتكشن لوجود انتي بوديز فري في السيروم. فهعمل ايه؟ يعني السبب مش ماسكه في ار بي سيز، هروح شايل الار بي سيز خالص من السيروم، واخد السيروم ده اللي فيه انتي بوديز فري، واحط انا عليه ار بي سيز نورمال بس كومباتبل معاه، فتروح الانتي بوديز اللي في السيروم دي ماسكه في الار بي سيز اللي انا حطيتها، فاروح انا حاطط بقى كومبس ريجنت، صح كده تمام، فيحصل الاجلوتينيشن. عشان انا عملت خطوه زياده سموا ده ان دايركت كومبس تيست. واصبح دلوقتي عندي سؤالين. السؤال الاولاني تفتكر ليه في دايركت كومبس تيست خد الار بي سيز ووشد، يعني خد ار بي سيز من غير سيرم في الدايركت الاولاني خالص؟ حد يرد عليا؟ احتمال ان هيطلع عيان طبيعي ويطلع بوزيتيف لو انا خدت سيرم وار بي سيز مع بعض، لان هو عنده انتي بوديز وعنده ار بي سيز. لا تعال نقول حاجه، لو البيشنت عنده انتي بوديز على الار بي سيز وانتي بوديز في السيرم خلاص كده، وانا خدت العينه كامله ورحت حاطط عليها الانتي بوديز اللي ضد الانتي بوديز، في احتمال انها تمسك في الانتي بوديز الفري مش كده، وما تمسكش في مين؟ في اللي على الار بي سيز، فما يحصلش اجلوتينيشن فيطلع فولس نيجاتيف. تمام خلاص ماشي الحال. فبالتالي في العينه الاولى انا اخد ار بي سيز بس اوكي كده، واستنى الريزلت اجلوتينيشن. اوكي كده. اعكس بقى واروح واخد السيروم بس واحط عليه انا ار بي سيز، لان انا الريزلت اللي عايز اشوفها اجلوتينيشن ان يتجمعوا. اوكي كده تمام، واحط انا الريجنت بعدها. كويس. يعني بص كده اللي هو الايه الستبس اللي تحت دي، بص كده في الاول اهو او السيروم بس، وبعدين حط عليه ار بي سيز اهو، فراحت الانتي بوديز ماسكه في الار بي سيز، بعدين حط عليهم الانتي بوديز. كويس. فيروح يحصل ايه؟ اجليوتينيشن. كويس. السؤال طيب انا عملت دايركت كومبس تيست صح كده وطلع بوزيتيف اجليوتينيشن، بقى العيان ده اوتو اميون هيموليتيك انيميا. كويس. ايه الفايده ان انا اعمل بعده او معاه ان دايركت كومبس تيست؟ ما خلاص انا شخصت. حد يفكر كده ويرد عليا. سيفيريتي. اكسلنت. سيفيريتي طبعا. السيفيريتي طبعا اكسلنت. واخد بالك ازاي؟ تمام. هقولها لك بشكل تاني لطيف. كويس كده. هو ممكن عيان يبقى دايركت كومبس بوزيتيف وان دايركت نيجاتيف؟ ايوه لو ما فيش انتي بوديز كفايه، في ما فيش فري ومجرد بس على الار بي سيز. ايوه بالظبط كده. فبالتالي طبعا منطقي ان العيان اللي عنده انتي بوديز كتيره على الار بي سيز وفي السيروم مش كده، ده مور سيفير. فبالتالي هيبقى عندي عيانين دايركت كومبس بوزيتيف وان دايركت كومبس بوزيتيف، الاثنين بوزيتيف، ده هيبقى اعنف من عيان دايركت بوزيتيف صح كده، وان دايركت طلع ايه نيجاتيف. خلاص. طيب لما اقول بوزيتيف ونيجاتيف انا بتكلم على ريسبونس شكلها عامل ازاي؟ اجليوتينيشن. خلاص كده اتفقنا، اجليوتينيشن. كويس تمام. وده هشخص بيه الحكايه. تاني ببساطه خالص، انت هتجيب الانتي بوديز اللي بتعمل الهيموليسيس وتروح عينها في انيمال اللي هو في الاغلب رابت، احنا مش هنجيب، هو بيبقى جاهز بنعمل بيستري جاهز، ويروح يطلع من دم البيش الارنب ده الانتي بوديز اللي اسمها ايه كومبس ريجنت.
والانتيبوديز دي ضد الانتيبوديز اللي بتعمل هيموليسيس عشان يمسكوا فيها اللي ماسكه في الار بي سيز ويبقى ريسبونس ايه اجلوتينيشن. في صوره ثانيه لطيفه من كومار على الناحيه اسمه دايركت كومبس تيست او دايركت انتي جلوبولين تيست. خلاص كده هنا خد عينه الدم اهي كده اللي فيها خد منها الار بي سيز بس اللي فيها الانتيبوديز ضد الار بي سيز وحط عليها الريجنت اهو مش كده حصل الاجلوتينيشن. في الاندايركت كومبس بقى هنا خد السيروم او البلازما بتاع العيان اللي فيها الانتيبوديز اهو وراح حط عليها او معاها ار بي سيز نورمال كومباتبل فراحت الانتيبوديز ماسكه في الار بي سيز بعدين حط عليها الريجنت فيحصل اجلوتينيشن والدور للاسسمنت اوف سيفيريتي. يبقى لحد دلوقتي خلاص كده حد بقى يقول لنا خالد يقول لنا ازاي تقول بالانفستيجيشنز ان دي اوتو اميون هيموليتيك انيميا. الاول يتعمل الجنرال انفستيجيشنز بتاعت الهيموليتيك انيميا. ايوه انا عندي اتنين بقى في البلاد فيلم تلاقي ايه تلاقي مايكروسفيروسايتس سفيروسايتس وتعمل مين بقى والكومبس تيست. كومبس تيست كومبس تيست يطلع بوزيتيف وبعدين طلع دي اوتو اميون هيموليتيك انيميا اروح ادور على طول الاحتمال يكون في سبب هتدور على مين سيستميك لوبس لوكيميا ليمفوما اللي الحقيقه يعني في الاغلب بيبقى العيان اصلا كده وبعدين راح حصل له هيموليسيس او بدا يظهر عليه انيميا. ممكن كده تمام اوكي. يوسف سؤال اتفضل يوسف. مش احنا قلنا الانتونيشن في الاي جي ام ولا انا سمعت غلط ولا ايه؟ الانتي بودي اللي اتكون جوه الرابت اللي انا استخدمه ازر ايجنت اسمه اي جي ام. ثانيه واحده الكولد رياكتنج فهمتك الكولد رياكتنج خلاص كده هي اللي اي جي ام ديت ادانا لسه ما رحتلهاش. انا عارف ايوه انا قصدي لا ان هي كومب تيست بوزيتيف يبقى انت قلت البوزيتيف تيست بتاعه اللي هو يحصل اجلوتينيشن لان الانتي بودي اللي اتكون جوه الرابت كان اي جي ام. اوكي ماشي تمام. وخلي بالك عشان يعني للاسف كل الدياجرامز اللي انا شفتها اللي انا لقيتها جاب الانتي بودي بتاع الكومبس اي جي جي بس معلش يعني هو اي جي ام يعني هو في العلم هو اي جي ام فعشان كده الريسبونس اجلوتينيشن. كويس تمام. طيب هتعالج ازاي؟ واحد عالج الكوز وبما ان القصه انتي بودي ميديتد يبقى مينلي احنا بنتكلم على كورتيكوسترويدز على كورتيزون بالجرعه المعتاده. خلاص كده الجرعه المعتاده اللي هي ايه يعني بريدنيسولون 1 ملي جرام لكل كيلو جرام بادي ويت بير دي. كويس يبقى واحد عالج السبب وكورتيزون وبما ان انت بتتكلم على عيان عنده هيموليسيس يبقى بالضروره فوليك اسيد. اتفقنا ماشي الحال. طيب اذا الكورتيزون اذا الكورتيكوسترويدز ما كانش افكتيف عندي تو لاينز تانيين نشيل السبلين كالمعتاد وندي اميونو سبريسيف ايجنت تاني بقى زي الازاثوبرين او زي مين السايكلوفوسفامايد. يبقى تاني هتعالج الكوز بما ان هو هيموليسيس فوليك اسيد بما انه انتي بودي ميديتد هتدي كورتيكوسترويدز. اتفقنا على كده كويس. طيب افرض الكورتيكوسترويدز ما كانش فيه جود ريسبونس معاها عندي تو لاينز تانيين الاميونو سبريسيف ادي واحد وان احنا نشيل السبلين ادي اثنين. والحقيقه لو انت عايز العلم يعني الترتيب ان هو يشيل السبلين الاول لسه ستيل في تكسير يبقى ايه اميونو سبريسيف. اوكي كده تمام. ادي ايه خطوات العلاج بتاعتك لعيان مهم جدا 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 الاوتو اميون هيموليتيك انيميا بتاعت الورم رياكتنج انتي بوديز لان زي ما انت فهمت ان هي داخله معانا في دروس كتير وفي امراض كتير ايه جايه ان شاء الله قدام. الكولد رياكتنج بقى اقل اهميه شويه خلاص كده بس احنا اتفقنا ان الكولد رياكتنج ده في منه ايه نوعين. قبل ما اخش في الكولد رياكتنج في سؤالين بسرعه يلا مين عايز يسال؟ اتنين كانوا رافعين ايديهم. دكتور حضرتك قلت في النوع الاولاني ان كان فيه في الباس فيسيولوجي ثلاث مراحل المرحله الثالثه كان عباره عن كومبلمنت بس ما فيش انتي بودي. هو مش مراحل ثلاث اشكال للتفاعل ثلاث اشكال. الشكل الثالث كان فيه كومبلمنت بس انتي بودي. ايوه وده مش مؤثر هنا عشان ما بينش مانيفيستيشن اساسا. ايوه مش مؤثر خالص تمام. خلاص كده انسيجنيفيكانت. يلا مين تاني يلا بسرعه ولا ايه دكتور؟ ايوه عبد الله. الاندايركت كومبس بس يعني ما فهمتوش. الاندايركت كومبس يا عبد الله هو عايز يديتكت وجود الانتي بوديز الفري في السيروم خلاص كده ليه عشان ياسس السيفيريتي. فهيعمل ايه هياخد السيروم بتاع العيان ويحط عليه ار بي سيز من عنده واخد بالك يمسكه في بعض وبعدين يحط الريجنت بقى خطوه ثانيه فيعمله اجليتونيشن. كويس تمام. سؤال تاني بسرعة يلا واحد ونكمل. أحمد يلا أحمد نور الدين
اهلا يا احمد، ازيك؟ قول ازيك يا دكتور عامل. لا خلاص انا سالت السؤال. طيب خلاص اوكي. طيب يلا تعالى نشوف بقى الاوتوميون هيموليتيك انيميا بسبب الكولد رياكتنج انتي بوديز. واتفقنا ان الكولد رياكتنج انتي بوديز مينلي في الاساس اي جي ام، مش كده؟ الاي جي ام اللي بيعمل اجلوتينيشن وبعدين يعمل تكسير، مش كده؟ كومبلمنت ميدييتد، خلي بالك بقى ان المره دي كومبلمنت ماسك مع اي جي ام، النتيجه تكسير انترافاسكولار، لكن الكومبلمنت لما مسك مع الاي جي جي كان التكسير اكسترا فاسكولار، خلاص كده. وان الاي جي ام ده موست اكتف في درجات حراره قليله شويه. طيب القصه دي بتحصل ليه؟ خلي بالك من الكلمه اللي موجوده قدام دي، اكسبوجر تو كولد. انا عندي تو ديزيزز، خلاص كده. الديزيز الاهم اسمه كولد اجلوتينين ديزيز، ده الديزيز الاهم يعني، خلاص. وفي ديزيز تاني يعني انا عايزك تعرف اسمه بس، اسمه باروكسيزمال كولد هيموجلوبينوريا. مشكله طبعا، لان انت كان عندك باروكسيزمال نوكتورنال هيموجلوبينوريا، اوكي كده. فاعتبر ده مش موجود، ما تضايقش نفسك، مفيش مشكله. انا عايز ايه؟ كولد رياكتنج، هو كولد اجلوتينين ايه ديزيز. طيب بالنسبه للكولد اجلوتينين ديزيز، ان العيان يحصل له اجلوتينيشن للار بي سيز وهيموليسيس اون اكسبوجر تو كولد، خلاص. يحصل مع مين؟ عندي مجموعتين، واحد مجموعه ايديوباثيك، اثنين في ديزيز. والديزيز ده الاشهر اللي عايزك تعرفه اثنين، والاثنين انفكشنز باي ذا وي، خلاص كده. انفكشنز مونونيكليوزس، وبص اللي جايه دي بقى تعمل عليها الف نجمه، مايكوبلازما. اوكي، جت سيره الموضوع ده قبل كده مش كده؟ فين جت سيره الموضوع ده قبل كده؟ حد يفتكر المايكوبلازما دي كانت فين؟ بسرعه بسرعه. النيمونيا اللي هي مش تيبيكال، اتيبيكال نيمونيا عبد الرحمن طبعا، ايمينا طبعا، الاتيبيكال نيمونياز. وكان في المايكوبلازما، وكان في مجموعه من الفيشرز اسمها اكسترا بالمونري مانيفيستيشنز، منها لو تفتكر الايريسيما والاوتو اميون هيموليتيك انيميا، خلاص كده. فخلي بالك بقى من حاجتين، خلي بالك من حاجتين، خلي بالك لما يسالك على الالفا مثال الدوبا الاعراض الجانبيه وتقول الهيموليسيس ويسالك ايه نوع الهيموليسيس، صح كده، فتقول ان ده وورم رياكتنج انتي بوديز، وفي كمان المايكوبلازما، وايه نوع الهيموليسيس؟ كولد رياكتنج انتي بوديز. يعني ايه نوع الانتي بودي اللي هتلاقيه هنا؟ اي جي ام. اي جي ام، خلاص كده تمام. العيان يبقى عنده ايه؟ بيحصل فيه هيموليتيك انيميا اون اكسبوجر تو كولد، بس اللي عايزك ما تنساهوش ان بيحصل اجلوتينيشن، وان الاجلوتينيتد ار بي سيز دي ممكن تروح تقفل بلاد فيسلز صغيره، تقفلها تمبرري يعني ار بي سيز كده وهي ايه اجلوتينيتد. فمن اشهر المانيفيستيشنز اللي ممكن تظهر عند العيانين دول رينودز، ايه رينودز. فالعيان ده يحصل فيه ايه؟ يحصل فيه هيموليسيس لما يتعرض للبرد، بس خلي بالك يا اما الاسباب مش معروفه يا اما مايكوبلازما، يعني حتى الانفكشنز مونونيكلوزس مش مشهوره قوي في الحكايه دي، بس مايكوبلازما. لما يتعرض للبرد يبدا يحصل فيه هيموليسيس، وكمان يحصل فيه رينودز. ليه يحصل فيه رينودز؟ عشان خاطر مين؟ الاجليوتينيشنز، كويس كده تمام. طيب خلي بالك من حاجه صغيره، ان الاوتو مين هيموليتيك انيميا دلوقتي طلع فيها جزء اكسترا فاسكولار وجزء كمان انترا فاسكولار، خلاص كده تمام، ماشي الحال. هيتشخص ازاي؟ نفس الكلام، انفستيجيشنز فور هيموليسيس. وعندي حاجتين مهمين، ايه الحاجتين المهمين في البلاد فيلم؟ خلي بالك المره دي هتلاقي اجليوتينينز، كويس، مش سفيروسايتس، اجليوتينينز، ان ار بي سيز متكلكعه كده مع بعض. واشخص ازاي ان ده اوتو اميون هيموليتيك انيميا؟ كان معتاد كومبس تيست، خلاص كده، خلاص طلعت دي اوتو اميون هيموليتيك انيميا، ابدا دور على مين بقى؟ على الكوز. خلاص العلاج، طبعا هو العلاج بتاع الورم هو الاهم يعني هنا، بس انت بتعرف الكام كلمه دي للتفرقه، لكن لاحظ ان العلاج مش مكتوب فيه سبلينكتومي. يعني بص كده على العلاج، مش هتلاقي مكتوب فيه ليه مش مكتوب فيه سبلينكتومي؟ ان انترا فاسكولار، انترا فاسكولار يعني طبعا مش. فانت هتعمل ايه كالمعتاد؟ هتعالج الاندرلاينج كوز، وبما انه هو هيموليسيس هياخد فوليك اسيد، وبعدين وورم ذا بيشنت. يعني ايه وورم ذا بيشنت؟ يعني حاول دايما ان العيان ما يتعرضش تو كولد، تمام كده. ممكن استخدم كورتيكوسترويدز اند امينو سبريسيفز، ولو كانت القصه عنيفه شويه هنستخدم بلازما فريسز، كويس كده. بلازما فريسز، ايه بلازما فريسز ده؟ هناخده ان شاء الله في الهيماتولوجي هنا ان شاء الله في اخر حصه. والبلازما فريسز هو القصه ان هو هيريبليس البلازما بتاع العيان، كده تمام. ليه هيريبليس البلازما بتاع العيان؟ عشان يشيل منها الانتي بوديز الاي جي ام اللي بتعمل اجلوتينيشن وبتعمل الايه الكلكعه دي. اوكي اوكي. في حد بيسال انا مكمل لحد الساعه كام؟ لا احنا لسه قاعدين شويه، يعني مش كتير بس يعني قاعدين شويه، احنا ماشيين بمعدل يعني قول كمان ساعه، يعني اللي بيسال هنقول ان في كمان ساعه. اوكي كده تمام، ماشي الحال. فبتعالج الكوز، تدي فوليك اسيد، العيان يتجنب التعرض للبرد، وممكن نستخدم اميونو سبريسيفز او نعمل بلازما فريسز. فخلي بالك من فرق سبلينكتوم هناك لايه بقى البلازما فريسز هنا. اوكي تمام، حلو جدا، ادي الاوتو دكتور لو سمحت.
في أيوة. صورة للأجلوتينين؟ نعم؟ في صورة للأجلوتينين ولا إيه؟ للإيه للإيه؟ بلاد فيلم بتاع الكولد رياكتنج. طيب لا هدور هجيبه دلوقتي حالا دلوقتي مفيش مشكلة على الإنترنت ونبص عليه. حاضر مفيش مشكلة خلاص. عندي بقى سؤال مهم جدا اكتب عليه كده في اي بي تجميعة كده في الهيماتولوجي. اوكي سؤال ممكن يجي ايه drug induced hemolysis، وخلي بالك ان في سؤال تاني drug induced anemia. خلاص كده ده حاجة وده حاجة تاني. اوكي كده تمام. ايه drug induced hemolysis؟ انتوا عرفتوا تو كاتيجوريز اللي انتوا قلتوها كان سؤال وكان عايز اجاوبه. في ناس حصل لها hemolysis بسبب انه اتعرض لاوكسيدايزنج دامج، عينين الجي 6 بي دي زي الاسبرين والانتي مالاريا والانتي بايوتكس مش كده اهو في عينين الجي 6 بي دي، وفي عيانين الاوتو اميون هيموليتيك انيميا بتوع الورم رياكتنج صح، اللي هم كانوا ثلاثه هابت ميديتد واميون كومبلكس وترو انتي بوديز بنسيدلين وكاينين وميثايل دوبا. في نوع بقى اللي هو رقم واحد ده اللي هو لا ده ولا ده، اللي هو عباره عن دايركت دامج، الدواء نفسه بيخش يروح مكسر الار بي سيز. ده مين بقى؟ امفوتيريسين، امفوتيريسين بي. كويس كده تمام. يبقى انا عندي ثلاثة كاتيجوريز او ثلاث انواع من الدراج انديوسد هيموليسيس مش كده تمام، مع الجي 6 بي دي ومع الورم رياكتنج اوتو اميون هيموليتيك انيميا وفي دايركت دامج مع الانفوتيريسين بي. كويس تمام. تعال نخش بقى في نوع تاني، تعال نخش في نوع تاني خالص اللي هو الابلاستيك انيميا. انا هاخد السؤالين دول بسرعه وبعدين اكمل، وبعد ما اخلص الابلاستيك انيميا هاخد اسئلتك. اتفضل مين اللي عايز يسال؟ دكتور هو الكوم تيست كده ما بيفرقش بين النوعين بتاع الاوتو اميون هيموليتيك انيميا؟ الكومبس ايه؟ ما بيفرقش بين نوعين الاوتو اميون هيموليتيك انيميا. هو بس بيقول ان في انتي بودي ماسك على سطح الار بي سيز. كويس ماشي. طيب لو طب معلش يا دكتور، واقدر انا اعمل، اقدر انا بعد كده اعمل بلازما الكتروفوريسيس، بلازما بروتين الكتروفوريسيس واعرف النوع. اوكي غير ان الاثنين غير بعض يعني مفيش ده تكسير في اكسترا فاسكولار وده تكسير انترا فاسكولار، ده ايون اكسبوجر تو كولد، ده لا ده مايكوبلازما، ده لوبس كده يعني. تمام انتوا جايين على اللي هو واضح، ده اوضح واحد. ماشي يلا ايه السؤال التاني بسرعه؟ في حد تاني رفع ايده؟ طيب يلا اللي كان رفع ايده يكتب لي السؤال على الشات وتعالى نشتغل بقى. ابلاستيك انيميا الموضوع هياخد مننا بالظبط 5 دقائق يعني ويخلص ان شاء الله. الابلاستيك انيميا الاسم فيه مشكله خلاص كده تمام. هو الاسم ابلاستيك عايز يقول ان البون مارو ما بيصنعش، بس الحقيقه هي مش جاست انيميا، انه في الاغلب ده بان سايتوبينيا خلاص. هما يسموه ايه؟ يسموه امتو بلاد امتي بون مارو، يعني تعمل السي بي سي تلاقي بان سايتوبينياز وتعمل البون مارو وتعمل البون مارو كمان اوكي كده تلاقي البون مارو هايبوسيلولر زي ما مكتوب كده، هايبوسيلولر بون مارو وبريفرال بلاد سايتوبينيا، يسموه كده امتي بلاد امتي ايه بون مارو. لكن الحقيقه والاشهر ان هو مش بس انيميا، فالاسم فيه مشكله. احنا بنتكلم على الاغلب ان العيان ده is having pan cytopenia. هو الحقيقة في نوعين لما نيجي نتكلم على الكوزس، يعني في نوعين، في المونوسايتوبينيا وده مش المشهور ان واحد بس اللي ينقص، واحد بس اللي ينقص اسمها يونيسيلولر ابليزيا. اوكي كده تمام. مين اللي ينقص؟ ممكن ينقص ريد بلاد سيلز بس، ممكن ينقص وايت بلاد سيلز بس، ممكن ينقص بليتليتس بس. خلاص ده اسمه ايه؟ ده اسمه مونوسايتوبينيا. اوكي كده تمام. طب انا استنى بس هعمل الموبايل سايلنت عشان خاطر ايه عمال يجي لي كتير اتصالات، بس كده تمام. ده اسمه مونوسايتوبينيا. اوكي ان تنقص ار بي سيز بس بسبب ان البون مارو مش بيصنعها، ده اسمه بيور ريد سيل ابليزيا، اسمه بيور. طبعا مش ده المشهور، يعني لما حد بيتكلم على اسباب الابلاستيك انيميا بيتكلم على ابلاستيك انيميا بان سايتوبينيا اللي هي المجموعه دي خلاص كده تمام. لكن لو احنا هنتكلم على ان لاين واحد اللي قال، لاين واحد اللي قال ممكن يقل الار بي سيز بس ويسموا ده بيور ريد سيل ابليزيا. الاكزامبل الاشهر، الاكزامبل الاشهر اللي كده الابلاستيك كرايسيس بتاع الهيموليتيك انيميا اللي هو كان انفكتد لو تفتكر ببارفو فيروس بي 19 مش كده، ويحصل ابلاستيك كرايسيس. في الحاله دي، في الحاله دي البون مارو بيبطل يصنع اللاين بتاع الار بي سيز بس، لكن بيفضل يصنع مين؟ الوايت بلاد سيلز، وبيفضل يصنع البليتليتس، يبقى دي ابلاستيك انيميا في اللاين بتاع الار بي سيز. كويس كده تمام. في نوع ثاني اسوشيتد مع ثايموما، هناخد بقى احنا الصيمومه دي ان شاء الله في النيورو لما نرجع نكمل باذن الله مع المايسينيا جريفيس ان شاء الله يعني، وجات سيرتها قبل كده على فكره في الميديا ستانل سندروم في اخر الشست مش كده تمام. في عيانين هيبقى عندهم ثايمومه اوكي كده ويبقى معاها بيور ريد سيت ابليزي، مش ده المهم برده تاني، انا بس هقول لك الكلمتين دول، لكن المهم اللي في الناحيه الثانيه اللي هو البان سايتوبينيا. ممكن عيانين يبقى عندهم جرانيلوسايتوبينيا، يعني نقص في انتاج الجرانيلوسايتس مش الوايت بلاستيك كلها، لا الجرانيلوسايتس بس،
زي حالات اسمها سايكليك نيوتروبينيا، برضو بالنسبه لك مش مهم قوي. في عيانين عندهم نقص في انتاج البليتليتس بس كده، ثرومبوسايتوبينيا، زي عيانين عندهم حاجه اسمها تار سندروم، وده عباره عن ثلاثيه من ثرومبوسايتوبينيا، ابسنت ريديوس خلاص، واي اس دي اسمها تار سندروم. ارجع تاني بقى، الابلاستيك انيميا من اسمها في غلطه، في مشكله. ليه بقى؟ لان هي في الاصل الاشهر انها تبقى بان سايتوبينيا، ولو هتبقى مونوسايتوبينيا احتمال يكون نقص في الار بي سيز، احتمال يكون نقص في الوايت بلاد سيلز، احتمال يكون نقص في البليتلتس. نقص الار بي سيز نشوفه مع الابلاستيك كرايسيس او نشوفه مع الساينوما. نقص الجرانيولوسايتس اسمها سايكليك نيوتروبينيا. نقص البليتلتس مع التار سندروم ثرومبوسايتوبينيا. تار ده اللي هو اختصار الحروف الاولى من الثلاثه يعني، ثرومبوسايتوبينيا اهي، اي اس دي، اي اس دي كده، وابسنت ريديوس. خلاص كده تمام، ده اللي هو التار سندروم. سيبك بقى من ده، الحقيقه لما حد بيسالك على اسباب الابلاستيك انيميا هو بيسال على الابلاستيك انيميا اللي بتعمل بان سايتوبينيا، فعشان كده هي انيميا ومعاها وايت بلاد سيلز قليله ومعاها بليتلتس قليله. خلاص كده تمام. ده يتقسم بقى كاسباب الى مجموعتين. في مجموعه هيريديتري، ناس اصلا وراثيا بيبقى عندهم نقص تصنيع خلايا الدم من البون مارو، اوكي، مش مشهور كتير، في سندروم مشهور كده او يعني معروف اسمه فانكوني سندروم، اوكي، مش عايز ده، الاكوايرد، بس ده يهمنا قوي بقى الاكوايرد. حد جه السي بي سي بتاعه بان سايتوبينيا، ريد بلاد سيلز قليله وهيموجلوبين قليل وايت بلاد سيل كاونت قليل وبليتلتس قليله، خلاص افكر في ايه؟ والله احتمال يكون البون مارو ما بيصنعش، لان في احتمالات تانية للبان سايتوبينيا. لو احنا بنتكلم على احتمال ان البون مارو ما بيصنعش، ايه الاسباب؟ في مجموعه هيريديتري، لكن انا ببقى مهتم جدا بالمجموعه مين بقى؟ الاكوايرد. في الاكوايرد ده في نسبه محترمه من العيانين ايديوباثيك، لحد دلوقتي احنا مش عارفين لهم سبب، هيبطل البون مارو يصنع، يعني كان كويس وكان نورمال مفيش مشكله، وبعدين عند فتره معينه هيروح البون مارو يبطل يصنع لسبب ما احنا ما نعرفوش. لكن في لسته من الاسباب بنبدا نستبعدها الاول، كويس، ركز معايا بقى. فانت لو شفت عيان ابلاستيك انيميا يعني عنده بان سايتوبينيا بسبب ان البون مارو ما بيصنعش، يا ترى بتقعد تفكر ايه كده ورا بعض بالترتيب؟ واحد، ادويه. فخلي بالك عشان انا كنت من شويه بقول لك ايه، ان في سؤال دراج انديوسد هيموليسيس وفي سؤال دراج انديوسد انيميس، واخد بالك ازاي؟ فواحد، واحد رقم واحد، فكر في ادويه. الادويه اللي ممكن تعمل بون مارو هايبوسيلولاريتي او بون مارو هايبو اكتيفيتي وات ايفر بدوز كبيره او لا، يعني ممكن العيان يكون اخذ الدواء لفتره طويله او اخذه جاست جرعه واحده، في حاجات دوز ديبندنت وفي حاجات لا. المهم في الاول فكر لي في ادويه، وفي الادويه احنا عندنا ثلاث اتنينات. خلاص كده في الاول خالص اهم انتي بايوتكس انتي انفلاماتوري، وركز بقى معايا عشان الكلام مفاجئ بشكل كبير جدا جدا. انتي انفلاماتوري زي مين؟ بص كده، اول واحد نون استرويدال، يا خبر ابيض، تخيل بقى ان الفولترين، كيتوفان، كتافلام، البروفين للناس عماله تاخده، ده عمال على بطال لفتره طويله ممكن يسبب ابلاستيك انيميا اهو، بالك مهم جدا جدا جدا. النون استرويدال والبنسلامين والكولد، بس يهمني جدا النون استرويدال. من الانتيبيوتكس انتوا عارفينه اللي احنا بطلناه بقى من زمان، الكلورامفينيكول، اوكي، كان بيستخدم بعنف لحد فتره قريبه، لكن دلوقتي بدا استخدامه يقل بشكل كبير. يبقى واحد واحد، فكر لي في ادويه. خلاص كده، ايه الادويه اللي هتفكر فيها؟ ايه الادويه اللي هتفكر فيها؟ واحد، فكر في المسكنات. اثنين، المضادات الحيويه، مسكنات مينلي النون استرويدال، اوكي، يا ريت حط الكلام ده في بالك، ان استخدام النون استرويدال بس الحقيقه انا ده مع فترات ودوز ديبندنت يعني ممكن يعمل ابلاستيك. مش في برضه يا دكتور النوفالجين اللي تقريبا بطلوا يستعملوه هنا بيستعملوه لسه؟ هو اعنفهم ولسه بيستخدم. اوكي، هو اعنفهم لسه بيستخدم يعني. رقم اثنين، انتيبيوتكس كلورامفينيكول، واحنا بطلنا خلاص الكلورامفينيكول ده بقى لنا فتره طويله، دلوقتي بيستخدم في حيز ضيق جدا جدا يعني، اوكي تمام. ادي اول اثنين. اللي بعد كده اثنين كمان، انتي ابيليبتيك انتي نيوبلاستيك، ادي اثنين. انتي ابيليبتيك زي مين؟ ايبانوتين، فينايتون، هناخد ان شاء الله في النيورال ابيليبسي وهناخد الايبانوتين ان شاء الله ونشوف بيشتغل ازاي وبتاع. بس دايما تتسال سؤال، يعني عيان بتدي له ايبانوتين هيروح كده يمشي من غير متابعه ولا كذا؟ لا، هنتابع عيان الايبانوتين ده، مهم جدا 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 باثنين لحد دلوقتي لحد ما نروح الدرس هناك. سي بي سي لازم، لانه بيعمل بان سايتوبينيا، لازم سي بي سي. اثنين، ليفر انزيمز، لانه كمان هيباتوتوكسين، اوكي. فالايبانوتين، خلي بالك من عينين الابليبس اللي ماشيين على ايبانوتين وجاي تعبان وهمدان وبينهب وريكورنت انفيكشنز وممكن كمان بليدنج تندنسي، لا
لانه ممكن يكون بوم مارو ابليزيا. وانتي ابليبتيك دواء من ادويه الكيموثيرابي. الحقيقه كتير من الكيموثيرابي يمكن كله كل الكيموثيرابي بيعمل بوم مارو سبريشن يعني، بس مشهور جدا الكلورامبريوسيل. كلورامبريوسيل ادي اتنين كمان، يبقى اول اتنين انتيبايوتكس وانتي انفلاماتوري. الاثنين اللي بعد كده انتي ابليبتيك انتي نيوبلاستيك. الاثنين اللي بعد كده ادويه اندوكراين. اثنين اهو دول اخر اثنين اهو، عندي ثلاث اثنينات يعني. ادويه انتوكراين خلاص كده. ادويه واحد بيستخدم في عيانين السيروتوكسيكوزس او الهايبرسوريازم كاربيمازول، مهم جدا جدا جدا. حتى انتوا يمكن خدتوا في الجراحه قالوا لكم شرحوا لكم لما العيان بندي له كاربيمازول كنا بنقول له ايه، لو حد فاكر او حد عارف قالوا لكم في الجراحه لو العيان بياخد كاربيمازول او النيوميركازول مش كده، لو جاله تقريبا فرنجايتس او حاجه زي كده. حلو جدا صح يا منار. اه ايوه يعمل ايه؟ ما هو يبقى دخل اكيد بقى في بومور ابليزيا. ايوه لا ماشي ماشي، جاله جوندس برضه. ايوه ماشي يا زي مازن. بص هو انا فاكره يا دكتور ان ما فيش واحده بريجن انت بتاخده عشان بيعمل سندروم عند ايوه لا احنا طبعا ده غير ان انت مش تدي لمين. خلاص احنا بنتكلم انت اديته دلوقتي لبيشنت، انت كتبت كاربيمازول لعيان كويس كده. لازم في انستراكشن مهم جدا وبتسالوه في شفه الجراحه، لو اديت العيان كاربيمازول تقول له ايه؟ هتقول له كده لو جالك سورس روت مش كده تمام، هتوقف الدواء وتعمل سي بي سي وتجيلي. كويس، لو جالك سورس روت هتوقف الدواء وتعمل سي بي سي وتجيلي. ليه يا ترى يعمل الكلام ده؟ لو جاله سورس روت معنى كده ان بدا الوات بلس كاونت جرانولوسايتس تقل، ومن اول بقى العلامات ان يحصل له حكايه الستريبتوكوكال سورس روت او البكتيريا سورس روت. وليه هتقول له يعمل سي بي سي؟ لان الكاربيمازول بيعمل ابلاستيك انيميا، اللي هي بقى ساعتها مش انيميا بقى دي بانسوتوبين. فهمت ازاي؟ تمام. مهم جدا الكلورامبريسول الكاربيمازول ده اعلم عليه، مهم خالص خالص، لان ده سؤال مشهور جدا عندك في الشفه والجراحه. الحاجه الثانيه واحد من ادويه الدايبيتس كلور بروبامايد. تعرفوا عيله اسمها السلفونايلوريا؟ ان شاء الله عارفينها يعني. السلفونايلوريا من احنا هناخد ان شاء الله الاندوكراين وهناخد بقى الدايبيتس بتاعت الدايبيتس. ايوه ما هو انتي دايبيتس. ايوه هو بتاع الدايبيتس عيله السلفونايلوريا. خلاص كده تمام. من ضمن السايد افكتس اللي ممكن تعملها ابلاستيك انيميا. خلاص ولاحظ حاجه كده صغيره، سلفه سلفونايل، واخد بالك ازاي؟ فعلى اي حال من ضمن الادويه اللي ممكن تعمل ابلاستيك انيميا والعيان ياخدها عشان خاطر الهايبرجلاسيميا، مع مرور الوقت كل البلاد سيلز ايه تقل. الحقيقه ان الكلام ده كان مع الجينريشنز الاولى. انت تعرف ان في فيرست جينريشن وسكند جينريشن وثيرد جينريشنز كمان او نيو جينريشنز. من اول الجينريشنز اللي طلعت من السلفونايلوريا دواء كان اسمه كلور بروبامايد، مش بنستخدمه بقى دلوقتي خلاص. خلاص ليه بقى؟ واحد كان بيشتغل بال72 ساعه، كان فظيع جدا، فكان بيدخل العينين في هايبوغلاسيميا. اثنين يروح يعمل ايه؟ يروح يعمل البوم مارو هايبوسيلوريتي، او يروح يعمل حكايه الايه بقى الابلاستيك انيميا ديت. كويس، يبقى لحد دلوقتي ايه الادويه؟ يبقى انت دلوقتي لو شفت عيان، جالك عيان العياده او جالك عيان المستشفى تعبان وهمدان وسورس روت ومش عارف ايه وبتاع وبوتش زرقاء في الجلد وبتاع بليدنج تندنس يعني، فانت رحت عامل السي بي سي لقيته بانسوتوبينيا. لحد دلوقتي احد الاحتمالات، ما في احتمال تاني مثلا هايبرسبلينيزم مش كده؟ هناخد بقى الليسته بتاعه البانسوتوبينيا بعد شويه. ففي احتمالات كتيره للبانسا. افرض ان هو طلع بلاستيك انيميا، يعني خدنا عيانه بقى من البوم مارو صح كده، وطلع بوم مارو هايبوسيلولر اند فاتي بوم مارو. كويس، هتقعد تدور على اسباب ايه؟ في ناس واحد هيرديتري، اثنين اكوايرد، من ضمن الاكوايرد في مجموعه هتطلع مش عارفين ليه ايديوباثيك، بس لازم استبعد اسباب ثانيه. واحد الادويه طبعا فور شور. ادويه زي مين؟ المضادات الحيويه، الانالجيسكس، الايبانوتين لو كان ابليبسي، الكيموثيرابي لو كان بياخد مالجنسي، الكاربيمازول يبقى كيموثيرابي وكاربيمازول وكلور بروبامايد اثنينات. كويس كده تمام. الكاتيجوري الثاني، ايوه طاهر اتفضل اسال. دكتور الدايماكرون. ايوه الدايماكرون سلفونايلوريا، بس احتماليه البوم مارو سبريشن معاه اقل بكتير من كلور بروبامايد. طب ما يتبعش بالسي بي سي يعني وكده؟ الاحتماليه اقل بكتير، الاحتماليه اقل بكتير خالص عن الكلور بروبامايد. العيله كلها معاها انسيدنس خلاص كده، ويتبع عيان الدايبيتس ليه فولو اب معروف. اوكي، من ضمنها انك تفولو اب فور ذا سايد افكت اوف ميديكيشنز، ما بيحصلش في مصر للاسف. ماشي يا طاهر؟ تمام. او بيحصل مع الدكاتره اللي عارفه هي بتعمل ايه يعني.
كده. بس العيان اللي بياخد جلوكوفاج ليه متابعه معروفه، العيان اللي هو الميتفورمين، العيان اللي بياخد سلفونيليوريا ليه متابعه معروفه، العيان اللي بياخد بايوجليتازون ليه متابعه معروفه ان سو اون. فالعيان اللي بياخد دايماكرون المفروض ان هو يتابع، مع ان الاحتماليه اقل بكتير. كويس تمام. تاني مجموعه من الحاجات اللي هتفكر فيها انفيكشنز. اوكي كده تعرف انفيكشن بيعمل بانسايتوبيني او يعني ابلاستيك انيميا، صح كده؟ بارفو فيروس، مش كده؟ جات سيرته فين؟ في بارفو فيروس بي 19 ابلاستيك كرايسيس. الحقيقه ان في مجموعه كبيره من الفيروسات بتعمل بوم مارو، يسموها ايه، بوم مارو فريز كده. يعني العيان يجيله الفيرال انفكشن ويروح البوم مارو يبطل، اسمه بوم مارو فريز. من ضمن الفيروسات دي بقى تخيل فيروس بي، فيروس سي، و HIV. اوكي فانا عندي مجموعه من الفيروسات ممكن تعمل بون مارو فريز. ركز عشان الجمله دي مشهوره خالص في الطب، حكايه ان العيان جاله فيرال انفكشن والفيرال انفكشن ده عمل بوم مارو فريز، خلى البوم مارو يبطل اكتيفيتي. اوكي كده زي مين؟ بارفو فيروس بي 19 بس ما تنساش، وفيروس سي وفيروس بي و HIV. عشان كده ما تستغربش ان العيان يجي في عاده البطنه عنده بانسايتوبينيا، وقلنا ان دي ابلاستيك انيميا، فتلاقي بنعمله تحليل للفيروسات، خد بالك. او ان العيان يبقى عندنا في قسم التروبيكال وعنده في كرونيك هباتيتس بي او كرونيك هباتيتس سي، وبعدين تلاقي بانسايتوبينيا. خلاص احد الاحتمالات انه يكون هايبرسبلينيزم، يعني بقى ليفر سيروزس وبورت هايبرتنشن والسبلين كبر وبقى هايبرسبلينيزم. بس في احتمال تاني انه يكون الفيروس نفسه عمل بوم مارو فريز، فعشان كده هتطلب مين بقى؟ الفيروس سكرين. طيب مع الادويه خلينا بقى، احنا خدنا اثنين دلوقتي بعد ايديوباسيك، يعني خدنا انا عارف ان في ناس عايز تسال اسئله بس خلينا نكمل الجزء ده. خدنا الادويه وخدنا الانفكشنز. خد مع الادويه الانسكتسايدز، ويبقى اتروجينيك برضه. انسكتسايدز اند كيميكال زي مين؟ زي البنزين. اوكي انسكتسايدز اند كيميكال زي البنزين. اوكي تمام. خلي بالك بقى، بص هقول لك حاجه، ما يعني عربيه الرش، عارف عربيه رش الناموس؟ الانسكتسايد اللي بيطلع منها ده العيال بتجري وتقعد تشمه، فاهم؟ ده بيعمل ابلاستيك انيميا، فخلي بالك من الحكايه ديت. يعني ايه مهمه جدا عشان تبقى تجري ورا عربيه الرش العيال، يعني تقول لهم ما يجروش. اوكي تمام. ومع الانفكشنز خد الاميون. اميون زي ايه؟ سيستميك لوبس. يا نهار ابيض، صح كده؟ كده بقى في مشكله. ايه المشكله؟ اسال يا طاهر السؤال بتاعك على ما اسال انا السؤال. ممكن يكون هيموليتيك وممكن يكون ابلاستيك. صح، جمع بقى وانت ماشي، يعني جمع بقى، لان احنا وقعنا في فخ البطنه باين عز ولا ايه، واخد بالك؟ كل حاجه فاتحه على حاجه، واخد بالك؟ ماشي، قول يا طاهر السؤال. لا انا ما عنديش سؤال. اما يا دكتور ماشي خلاص. دكتور عندي سؤال. اتفضل. هو دلوقتي كده الابلاستيك كرايسيس مش لازم تبقى انفكشن، يعني ممكن تبقى اتروجينيك. الابلاستيك كرايسيس، ايوه طبعا. الاشهر ده احمد ممدوح اللي بيسال. يا احمد، الاشهر ان تبقى بارفو فيروس، واخد بالك، في عين الهيموليسيس. اوكي لكن الحقيقه ممكن تبقى بريسيبيتيتد بدروج طبعا. اوكي كده ده مهم، يعني ممكن يحصل، لكن الاشهر في الابلاستيك كرايسيس في عين الهيموليسيس ان يبقى بارفو فيروس. تمام. اوكي كده تمام، ماشي الحال، كويس خالص. فانت شفت ادويه، شفت انفكشنز، مع الادويه خدت الانسكتسايدز، وقدام الانفكشنز خدت الاميون هما بالاي دي. في حاجات تانية اقل بقى اهميه شويه زي الايراديشن، مع البريجننسي مش مشهوره لكن ممكن تتشاف، ان مع البريجننسي لسبب ما البوم مارو يقرر ان هو يبطل يطلع. وفي الاخر خالص بي ان اتش، فاكر دي؟ ايه المشكله بقى مع البي ان اتش اللي كانت ممكن تحصل كده؟ حد يفكرنا كده، البي ان اتش كان ممكن يبقى معاه بانسايتوبينيا؟ ايوه صح عبد الرحمن، كان الميوتيشن، لو افكرك بحاجه، كان الاكوارد ميوتيشن في اللي بيحصل في البروبيتنت ستيم سيلز بيطلع ار بي سيز او خلايا دم مفيش على سطحها سي دي كام وسي دي كام؟ خالد 55 59. صح، برافو جدا، صح كده. بس كان في اسوشيتد ديس اوردرز ثانيه، ان كان ممكن يحصل ايه بقى؟ نقص انتاج، مش كده؟ الايه؟ الار بي سيز والوات بلاسز والبليتس اب تو ابلاستيك انيميا اهي. يبقى البي ان اتش من اسباب الابلاستيك انيميا، او كان يقلب بماليجنسي. ايه الماليجنسي؟ لوكيميا، اكيوت لوكيميا. ايوه احنا كده تمام، فرحتوني جدا انه ممكن يقلب اكيوت لوكيميا. فدي اسباب البان سايتوبينيا ابلاستيك انيميا، لان في بان سايتوبينيا لسه مجموعه كبيره. كويس تمام. بس خلاص الموضوع بقى سهل خالص. العيان كلينيكال هيبقى عنده ايه؟ هيبقى عنده فيتشرز اوف انيميا، اوكي كده، زائد نقص وايت بلاسل كاونت، بقى عنده انكريز انسنس اوف انفكشن، زائد نقص البليتلتس، بقى عنده بليدنج تندنسي.
ثلاثية بقى مرعبة هنبدأ فيها من دلوقتي. خلي بالك ان النهاردة هو هقول لك على الثلاثية دي، واول واحد جاء في بالك هو أبلاستيك أنيميا، عيان عنده فيتشرز اوف أنيميا وريكورنت انفكشنز وبليدنج تندنسي، لان ده من دلوقتي ورايح مكمل معايا العيان اللي عنده الايه الثلاثية دي. زائد بقى كان واخد دواء، كان عنده فيروس سي فيروس بي، كان السيستميك لوبس، كان البي ان اتش اند سو اون. تعال انفستيجيت، يعني تعال نقول ليه ده هيطلع او ازاي يطلع ده أبلاستيك أنيميا. في الاول كان معتقد، خلينا اقول حاجه، ادي كوز مش كده ما، والكوز ده اذا كان موجود يعني افكتنج البون مارو اهو كده، ده كده هنقول ان ده بون مارو يعني، وادى الى نقص انتاج الثلاثه اهو، نقص انتاج ار بي سيز، نقص انتاج وايت بلاد سيلز، ونقص انتاج بليتلتس. كويس، فتعالى انفستيجيت. هتنفستيجيت ازاي؟ في الاول خالص طبعا هنعمل ايه، سي بي سي. كويس تمام حلو خالص. في السي بي سي هتلاقي ايه؟ هتلاقي الثلاثه دول ناقصين، هتلاقي ار بي سيز ناقصه، وايت بلاد سيلز ناقصه، بليتلتس ناقصه، مع ملحوظتين، مع ملحوظتين مهمين جدا جدا جدا. اول ملحوظه مين اللي قال، تفتكر حد يرد علينا؟ مينا مثلا يقول لي مين اللي قال ان ده انيميا نقص انتاج؟ ما هي نورموسيتك نورموكروميك بقى خلاص كده انا اقصى، ولا ده تكسير او هيمرج؟ اعرف اجيب حاجه من السي بي سي ايه، ريتيكولوسايتوزس طبعا، ريتيكولوسايتوزس فور شور من السي بي سي على طول. خلاص كده، فيبقى الكلمه نورموسيتك نورموكروميك انيميا، بس المره دي بقى ويز ريتيكولوسايتوبينيا. خدت بالك اهي كده انا بدات اقرب، اه ده كده البوم مارو مش بيطلع. خدت بالك ازاي؟ فخلي بالك احنا كنا اتفقنا في اول حصه خالص حكايه انك تبص على الريتيكولوسيتيك كاونت ده اسينشال. اه تعلم على العامه دي. ادي اول ملحوظه ان العيان از هافينج نورموسيتك نورموكروميك انيميا ويز ريتيكولوسايتوبينيا، دي ملحوظه فظيعه جدا ومهمه جدا، وفي امتحانك في الكيز او في الام سي كيو دي اول حاجه تروح واخده بالك، واخده انتباهك يعني، نورموسيتك نورموكروميك انيميا ويز ريتيكولوسايتوبينيا. خلاص كده تمام. طيب الملحوظه الثانيه بقى، ان في الوايت بلاد سيلز النيتروفيلز مثلا عمرها يوم، بس انا عندي لينفوسايتس، واللينفوسايتس دي تقدر تبروليفريت بره البون مارو، يعني تقدر تبروليفريت جوه لينف نودز، وتقدر تبروليفريت جوه ثايمس مثلا، جوه سبلين اند سو اون، مش كده تمام. بلس ان اللايف سبان بتاعها ممكن يوصل من شهور لسنين، زي ما كنا بنتكلم قبل كده ان في حاجه اسمها ميموري سيلز لو تفتكر. فبالتالي هتلاقي الاتي بقى، ليوكوبينيا هي الاساس كده تمام، اسمها ليوكوبينيا، لكن الليمفوسيتك كاونت غالبا بيقل بعد فتره طويله جدا. ففي الاول خالص هتقل بس الجرانولوسايتس، لكن الليمفوسايتس هتقعد لفتره طويله. وعلم بقى على دي علامه مهمه جدا اهي كده تمام. ليه؟ لان انت دايما هيروح يديك ايه في السي بي سي، انيميا وبليتلس قليله، بس الوايت بلاد سيل كاونت راح مديهولك قد ايه، مش عارف 3500 4000 اللي هو مش قليل قوي يعني، او مش قليل اصلا، بس اللي موجود ده الليمفوسايتس، واخد بالك؟ فتاخد بالك من الحكايه دي، ان انا عايز ايه بقى، عايز ليوكوبينيا اللي هو ايه نقص الجرانولوسايتس، وان الليمفوسايتس بتعيش لفتره طويله جدا جدا بعد ما البون مارو كمان يقف، لانها ممكن تبروليفريت بره، ولان اصلا اللايف سبان بتاعها طويل. فبالتالي بقى انا هعمل السي بي سي، في السي بي سي هلاقي الثلاثه دول ناقصين، اه بس عندي ملاحظتين. الملاحظه الاولى ده النقص الار بي سيز ده مصاحب بنقص ريتكس او ريتيكولوسيتيك كاونت، ادي الملحوظه الاولى. الملحوظه الثانيه ان الوايت بلاد سيل كاونت قليل، اه بس الليمفوسايتس نورمال. مهم جدا هذا الكلام، جدا هتشوف الكلام ده في الاسئله واحنا ماشيين. كويس كده. طيب تمام، الخطوه اللي جايه ايه؟ ادي الخطوه الاولى بتاعت السي بي سي خلاص كده. الخطوه الثانيه هاخد عينه من البون مارو. كويس كده، لما تاخد عينه من البون مارو هتلاقي البون مارو عامله ازاي، هايبو سيلولار بون مارو. اوكي ده مهم جدا 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 جدا. كويس، هتلاقي حاجه صغيره بقى مكتوب هايبو سيلولار بون مارو اند فاتي. اوكي، هي ايه حكايه فاتي بون مارو؟ البون مارو اصلا عباره عن ايه؟ لو انا خدت العينه في النورمال اصلا الاقي البون مارو عباره عن 50% خلايا و50% فات. اوكي كده، لما الخلايا بتقل نسبه الفات بتبقى اكتر، عشان كده دايما هتلاقي كلمه ايه، هايبو سيلولار اند فاتي بون مارو. الخطوه الثالثه تعمل انفستيجيشنز فور ذا كوز، اهي رقم 3. اوكي يلا قبل ما نروح للتريتمنت، حد كان عايز يسال؟ اتفضل. يعني انا دلوقتي اميره اتفضلي.
يعني انا دلوقتي الفرق اللي عندي بس بين ال بي ان اتش وبين الالاستيك انيميا هو بس موضوع الليمفوسايتس انها مش افكتد. ما بين مين ومين؟ ما بين البي ان اتش، ما البي ان اتش برضو بيبقى عندي نورموسايتك بيبقى عندي ليكوبينيا بيبقى عندي ثرومبوسايتوبينيا، هو الفرق بس موضوع الليمفوسايتس بس. لا اول حاجه بس عشان مايكروسايتك اصلا ايوه هنتفق بس اتفاق بس على حاجه صغيره، البي ان اتش واحده من الاسباب اللي ممكن تقلب ابلاستيك انيميا خلاص. تمام يعني البي ان اتش هي اللي ممكن تتطور لابلاستيك انيميا بس كده. تمام. الحاجه الثانيه لما بنتكلم على نقص انتاج الوايت بلاد سيلز فبنتكلم على مرحلتين، ده دايما في العموم. العموم في المرحله الاولى قل جرانيولار سيلز بس خلاص كده، وبعد كده كله بيقل، ده ان جنرال كويس كده. الحاجه الثالثه البي ان اتش معاها هيموليسيس. تمام. ايوه تمام. مش بس هيموليسيس وثرومبوتيك ايه. شكرا 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 يا امير، حلو جدا. يلا عايز اقول دكتور، هو انا في السي بي سي حضرتك قلت بفرقها بالريتكس، هو ينفع عموما في السي بي سي لو في امتحان او في اي حاجه افرقها برضو بالوايت ديزيز والثرومبوسايتس ان مفيش هيموريج هيحصل معاها نقص في الوايت ديزيز ولا لا؟ انت لو انت خدت كل حاجه عايز لسه بدري. هقول لك حاجه بس صغيره يعني. دلوقتي مش العيان عنده نقص بليتلتس مش كده؟ ايوه. طب ونقص بليتلتس ده مش ممكن اخليه ينزف من اي حته؟ تمام. ويبقى انيميك ونورموسيتك نورموكرومك. ماشي فهمت ازاي القصه؟ طيب كويس. فهي دي الحكايه. الهيماتولوجي معقد يا جماعه، بس كان في حد زمان من الدكاتره الكبار كان يقعد يقول ايه الهيماتولوجي اصلا حرام، عارف اللي هو مش بس انت هتبقى شاطر ما تقلقش، انا عارف ان انت هتبقى شاطرين يعني. انت بس ايه زي ما احنا متعودين نمشي ان احنا ايه بناخد الحاجه ونبني نكبر شويه ونبني نكبر شويه لحد ما تلاقي نفسك انت بقى عندك يعني تراكم المعرفه اللي تقدر ان انت تفكر في الحاجات دي بشكل كويس. لكن ايوه طبعا. اوكي يلا بينا، يلا توكلنا على الله. اوكي هنشيل بس ده كده وتعالى نشوف العلاج. خلاص طبعا زي ما انت توقعت، يا ترى العلاج الديفينيتيف هيبقى ايه او الديفينيت تريتمنت؟ يا رب تكون توقعت. حد يتوقع ويقول لي بوم مارو ترانسبلانتيشن؟ بوم مارو ترانسبلانتيشن. خلاص كده ثانيه بس نشيل كل الايه الحاجات ديت كلير اول كويس خالص. بوم مارو ترانسبلانتيشن، لكن زي ما احنا اتفقنا اللي هو العلاج ده اللي تحت خالص ده اللي هو بوم مارو ترانسبلانتيشن از ذا اونلي كيوراتيف تريتمنت. بس زي ما احنا اتفقنا المره اللي فاتت ان البوم مارو ترانسبلانتيشن ده حاجه يعني محتاجه امكانيات وحاجه ليها مخاطر، والعيان ممكن يضايق مع البوم مارو ترانسبلانتيشن، فبالتالي بقى عندي انديكيشنز محدده ان انا اعمل بوم مارو ترانسبلانتيشن. على فكره مش هنا بس، الانديكيشنز دي هي انديكيشنز عامه للبوم مارو ترانسبلانتيشن. اوكي كده انا اعمل بيها او يعني دي الحاجات اللي هتخليني اعمل بون مارو ترانسبلانتيشن لاي حد عايز يعمل بون مارو ترانسبلانتيشن. واحد ان يكون عنده بروجريسيف سيفير إلنس، ادي واحد اللي هو هنا بالنسبه لنا هنقول بروجريسيف سيفير انيميا. اثنين ان عمره اقل من 45 سنه. اوكي كده تمام، فبالتالي اللايف اكسبكتنسي بتاعته احسن ويقدر ان هو يتوليريت بروسيدر زي ده. الحاجه الثالثه ان يكون عندي سويتابل دونر. الحاجه الثالثه ان يكون عندي سويتابل دونر. كويس تمام. فاصبح دلوقتي انا امتى هروح اعمل بون مارو ترانسبلانتيشن لعيان اوفر اول؟ ان يكون عنده بروجريسيف سيفير إلنس، ان يكون سنه صغير فبالتالي اللايف اكسبكتنسي بتاعته احسن ويقدر يتوليريت البروسيدور ده. رقم 3 يكون عندي سويتابل دونر. طيب غير كده انا هعمل ازاي بقى في عيان الابلاستيك انيميا كالمعتاد؟ واحد انا عندي كوز، بص اهو كوز افكتنج بون مارو، نرسم رسمه بسرعه كده اهي كده، وقل الثلاثه قل ار بي سيز قال الوايت بلس سيلز وقال البليتلتس. هتبدا تتصرف ازاي؟ واحد تريتمنت اوف ذا كوز. الاكزامبل الاشهر طبعا هنا ايه؟ وقف الدواء اللي عمل ابلاستيك انيميا. كويس كده. الحاجه الثانيه سبورتيف. سبورتيف ازاي؟ لو احنا نتكلم على ار بي سيز او انيميا تعمل ايه؟ باك ذا ار بي سيز ترانسفيوجن. بس حد فاكر دواء كنا قلناه المره اللي فاتت كان بيستيموليت البون مارو شويه ان هو ينتج ار بي سيز؟ أندروجينز اهي، فممكن ادي أندروجينز هنا كمان. اللي انا استخدمتها فين قبل كده؟ في البي ان اتش. في البي ان اتش. اوكي كده تمام كويس خالص. نقص البليتلتس لو قال عن رقم معين زي ما اشوف اخر الهيماتولوجي اقدر اعمل بليتلت ترانسفيوجن. طب نقص الوايت بلس سيل كاونت يعني نقص كرات الدم البيضاء بقى، نبدا نعمل ايه؟ انتي بايوتكس ونسكرين فور انفكشن. وعندي دواء موجود هتسمع عنه بقى النهارده بيستيموليت البوم مارو انه يطلع اللاين بتاع الوايت بلس سيل.
يبقى أنا عندي دوائين بيستيموليت البون مارو انه يطلع اللاين بتاع الار بي سيز، واحد الاريثروبوتين، اثنين الاندروجين. خلاص كده تمام. طيب وعندي دواء بيستيموليت البون مارو انه يطلع الجرانيولوسيتك لاين، دواء مشهور جدا ومهم جدا يا ريت تعرفه، اسمه جرانيولوسايت كولوني ستيموليتنج فاكتور، جي سي اس اف، جرانيولوسايت كولوني ستيموليتنج فاكتور، يعني الفاكتور اللي بيستيموليت الكولوني او يعني اللاين بتاع الجرانيولوسايت ده. دواء وموجود في مصر اسمه نابوجين، بيتعطل كل عينين الكيموثيرابي والعين اللي عندهم نقص انتاج جرانيولوسايتس من البون مارو. دواء كويس جدا. الصوت بيقطع عندي شويه، معلش. اسم الدواء تاني اسمه جرانيولوسايت كولوني ستيموليتنج فاكتور، اسمه في مصر اسمه التجاري اسمه نابوجين. اوكي، حقنه كده بتتعطل العينين، غاليه شويه بس في بديل مصري معقول وناجح بشكل كويس خالص. اوكي كده تمام. يبقى انت هتشتغل كده، هتشتغل تعالج الكوس بون مارو ترانسبلانتيشن ان امكن، ان امكن. بالنسبه بقى لدول هتشتغل عليهم سبورتيف، ده باكد ار بي سي ترانسفيوجن ودي اندروجينز، ده انتيبيوتيك ودي جرانولوسايت كولون ستيموليتنج فاكتورز. البليتلتس لو قالت على رقم معين زي ما اشوف قدام ممكن اعمل ايه، ممكن ادي بليتلت ترانسفيوجن. كويس قوي. في بقى لاين كمان، ايه اللاين كمان؟ ناس كتير وكتب كتير ودراسات كتير بتقول ان الكوز، ان الكوز واتيفر هو ايه، ازاي بيقدر يافكت قدره البوم مارو على انه ينتج. الاتفاق شبه العام على الحكايه دي ان القصه اميون ميديتد. كويس، الاتفاق شبه العام على حكايه هو ازاي البوم مارو الكوز ده، شايف العلاقه دي السهم ده، هو ازاي الكوز ده بيافكت البوم مارو ويخلي البوم مارو ده ما يطلعش. الاتفاق شبه العام ان ده اميون ميديتد، عشان كده في كتير من الاحيان يبدا الدكاتره يستخدموا اميون سبريسيف. هنا بقى اهو اميون سبريسيف، اميون سبريسيف زي مين؟ كورتيكوسترويدز، اذر اميون سبريسيف زي سايكلوسبورين، او دواء اسمه اي تي جي انتي سايموثايت جلوبولين. انتي سايموثايت ده انتي اميون سبريسيف، هيجي سيرته قدام شويه. انت بس عرف لي كورتيكوسترويدز واميونو ايه سبريسيف. خلاص كده. عايز بقى يقول لنا تاني كده التريتمنت بسرعه. اول حاجه ان انا هشوف لو في ياتروجينيك كوز هوقفه علشان اوقف الدبريشن. تمام. هدي باك تو ار بي سيز، وهشوف لو هو محتاج بليت ترانسفيوجن او مشاكل بسبب نقص الوايت بي سيز هديله انتيبايوتكس. يبقى الانيميا باك تو ار بي سيز واندروجينز، نقص الوايت بلس سيل كاونت، انتيبايوتكس وجرانيولوسايت كولين ستيميليتنج فاكتور، نقص البليتلتس، بليتلت ترانسفيوجن، بوم مارو ترانسبلانتيشن هو الحل الكيوراتيف. ممكن ادي كورتيكوسترويدز امينوسبريسيف بما ان النظريه والدراسات بتقول ان الاشهر كميكانيزم يجمع الاسباب دي كلها مع البوم مارو سبريشن هو اميون ميديتد ايه هايبوبليزيا. كويس تمام. اميره اتفضلي. هو مش معظم الحاجات الامينوسبريسيف دي بتعمل يعني بون مارو اصلا كمان سبريشن هو كمان؟ لا مش معظمهم، لا مش معظمهم بيعمل كده خالص. اوكي ده. لا خالص. اوكي، كل واحد ليه سايد افكتس، واحنا ماشيين كده في المنهج هنبدا بقى ايه نجمعهم شويه بشويه. اوكي كده تمام. ايه رايكم تاخدوا نفسكم 5 دقائق قبل ما نخش في المجال البلاستيك انيميا ده الدرس الاخير النهارده؟ ناخد نفسنا لحد ما نخلص الحصه يا دكتور بقى. لا ممكن ناخد نفسنا لحد الحصه الجايه يعني. 4 صفحات كتير. انا شايف ناخد نفسنا على الحصه الجايه دكتور. لا عشان الحصه الجايه اسمع يا بس يا دكتور، واحنا ليه بنجري في المنهج اصلا؟ احنا كده بنجري، احنا عادي يعني. استنى هبوظ الريكورد بس ونتكلم مع بعض. طيب يلا بينا مجال بلاستيك انيميا، ان شاء الله مش هناخد فيه وقت طويل، من المواضيع المهمه والمشهوره جدا في الامتحانات يعني. اوكي تمام. مجال بلاستيك انيميا اوفر اول قبل ما نتكلم عليها هي نقص بي 12 او فوليك اسيد او الاثنين، يعني نقص ده او الاثنين. فقبل ما نتكلم بقى على النقص نفسه تعال نتكلم كلمتين صغيرين على بي 12 وفوليك اسيد. بي 12 موجود مينلي في انيمال سورس، خلاص يعني اتاخد اكتر من انيمال سورسز، او يعني مينلي او بس في انيمال سورس. احتياجك في اليوم 1 مايك بير داي، وخلي بالك ان الرقم قليل قوي لو لاحظت. انت فاكر الحديد كنت بتاخد قد ايه من الاكل في اليوم؟ 10 15 يعني الاكل بيبقى فيه 10 بتمتص منه 1 10 15 ايوه بمتص 1 منه ملغرام. ملغرام انت بتتكلم هنا على 1 مايك، واخد بالك؟
ده رقم حسب النوع. هو لو هيم هيبقى 20% بنتص منه بنسبة 20% بتصل ل 20%. لو يا سيدي على الدقة الفظيعة يا دكتور شهاب زي الفل ماشي، بس احنا بنتكلم على ايه بقى؟ ان ده واحد مايك فيرسس واحد واحد فيرسس واحد ملي جرام هناك. يا ترى ليه الرقم ده قليل قوي؟ هو كان الرقم هناك قليل وكنا بنقول ان الرقم ده قليل لان اخراج الحديد كان صعب، واحد ملي جرام والكلام اللي اتكلمنا فيه. هنا الرقم ده قليل لان مخزون الحديد جوه الليفر بيكفي الشخص بالسنين، من 2 الى 4 سنين، ان في مخزون في الليفر والمخزون ده بيكفي الشخص من 2 الى 4 سنين. خلي بالك بقى عشان ايه؟ عشان حقن الديبوفيت اللي عمالين تكتبوها للناس، انتوا هتكتبوها واخد بالك بلا اي داعي، بلا اي داعي منطقي على الاطلاق. حقن بيه مركب الناس بتاخدها، يقول لك انا رحت للدكتور وطلع عندي مش عارف، قال لي ده انت عندك نيوروباسي التهاب ولا مش عارف ضعف في الاعصاب مش عارف ايه، وكتب لي حقن بيه مركب. هو مفيش داعي ان البي 12 ينقص اصلا، يعني ده الستورز بتقعد من 2 ل 4 سنين واخد بالك. على اي حال يبقى هو موجود في انيمال سورس عشان ما اطولش عليك يعني، وانت هتحتاج واحد مايك. طب يا دكتور ايه تفسير ان هو بيتحسن فعلا؟ لا ده بلاسيبو افكت 100% واخد بالك. اصل الناس كلها يعني حتى يعني والدتي كان عندها نيوروباثي وخدت فيتامين بي 12 وتحسنت جدا دراماتيكالي. ده بلاسيبو افكت 100% واخد بالك، لان انت لو جبت الناس دول واستلهم بي استلهم يعني الليفل بتاع البي كومبلكس في الدم وبي 12 سبيشال هتلاقيه مش ناقص. انت عارف انت عشان تقول ان في حد عنده بي 12 ديفيشنسي دي مشكله كبيره واخد، هتشوفها دلوقتي واخد بالك. يعني خلينا نقول ان انت بتقول ان في شخص عنده بي 12 ديفيشنسي، خلينا نقول كده كويس كده تمام. طب حتى على الاقل خالص اسال نفسك ليه حصل بي 12 ديفيشنسي تمام. انت بتتكلم على ستورز في الليفر بتكفي 4 سنين، انت فاهمني يعني زي. هو ممكن يكون مش مثلا نقص البي 12 لكن الى حد ما ان هو مثلا بيعالج النيوروباثيك بين، يعني هو له تاثير نيورو يعني تريتمنت كحد ذاته. لا 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 خالص خالص خالص، بلاسيبو افكت 100% تمام. ده لان انا بقول لك ده زي الايرن ديفيشنسي. انا كدكتور شفت عيان عنده ايرن ديفيشنسي بسال نفسي ليه خلاص واقعد ادور على كوز. نفس الكلام لو شفت حد عنده بي 12 ديفيشنسي لازم تسال نفسك ليه، هتشوف دلوقتي ان الاسباب كلها محترمه واخد بالك تمام كويس تمام. فانت هتاخد من انيمال سورس، هتمتص واحد مايك بير دي. والله المجال البلاستيك انيميا من الدروس المفيده جدا بالنسبه لكم، فاصحى معايا بقى ان شاء الله الشويه اللي جايين دول. خلاص هتاخد قد ايه؟ هتاخد واحد مايك بير دي، هيمتص من التيرمينال اليوم. بس عشان يمتص من التيرمينال اليوم محتاج فاكتور من المعده اسمه انترنسيك فاكتور. انترنسيك فاكتور بيفرز من البرايتال سيلز اوف ذا ستومك، اتفقنا؟ يبقى تاني بقى انت هتاكل لحوم انيمال سورس كويس كده، وبعدين هتاخد واحد مايك بير دي هيمتص من اخر جزء من سمول انتستين تيرمينال اليوم بمساعده انترنسيك فاكتور من الاستومك. ركز معايا، الحديد كان بيمتص منين؟ الديودينم والابرجوجن البروكسيمال بارت اوف ذا سمول انتستين بمساعده مين من المعده؟ اسيد الجاستريك اسيد الجوس يعني اسيديتي ايوه ال اتش سي ال خلاص كده. هنا بي 12 يمتص من التيرمينال اليوم بمساعده انترنسيك فاكتور اللي هيطلع من البرايتال سيلز خلاص، وبيتشال في الدم على كارير اسمه ترانس كوبالامين. يبقى اتفقنا ان الميجالوبلاستيك انيميا نوع من الانيميا، احنا ما قلناش كتير لحد دلوقتي، نوع من الانيميا بسبب نقص بي 12 او فوليك اسيد او الاثنين. قبل ما نتكلم على نقصهم بنتكلم على شويه فيستولوجي صغيرين خالص. ان بي 12 موجود في انيمال سورس هحتاج واحد مايك بير دي يمتص من التيرمينال اليوم بمساعده انترنسيك فاكتور من البرايتال سيلز من المعده كويس كده تمام، وبعدين بيتشال في الدم على ترانسكوبالامين عشان يروح للخلايا تستخدمه او الستورز. الستورز بتاعته فين؟ في الليفر، ويكفي لمده 2 الى 4 سنين. على عكس بقى خالص الفوليك اسيد، الفوليك اسيد اللي موجود مينلي ان فيجيتابلز في خضروات هتحتاج 50 مايك بير دي يمتص من البروكسيمال بارت اوف ذا سمول انتستين، والستورج بتاعه يكفي شهور. على العكس بقى يبقى فيجيتابلز 50 مايك بير دي بروكسيمال مش تيرمينال مش محتاج انترنسيك فاكتور والستورز بتاعته تكفي شهور. اتفقنا على كده كويس تمام. تعال نتكلم بقى ليه ينقص، ايه الكوزز اوف ايه اوف ديفيشنسي. زي اي فيتامين او مينرال بينقص بنقعد نتكلم على احتمالات اربعه كبار اللي هما ايه بقى؟ كان نقص انتيك، نقص ابسوربشن، زياده لوس،
وزيادة demand. هنا بقى في سبب خامس بس احنا خلينا برضو على الأربع أسباب الأساسية: نقص intake، نقص absorption، زيادة loss، زيادة demand. وهنا في سبب خامس هيتحط كده في الآخر صغير عليك بنسبة سنستة يعني على قد كلمة صغيرة. تعال نتكلم بقى على B12. يعني تعال نتكلم على B12. ليه B12 يقل؟ واحد نقص intake زي مين؟ ناس lack of intake of animal products زي المجاعات خلاص كده اوكي كده، او المرفهين بقى شويه الستريكت فيجيتيريان اللي هم قرروا ان هم ما ياكلوش اي انيمال سورس خالص. هاويفر الناس الفيجيتيريان دلوقتي عرفوا ان محتاج بي 12 سبلمنتيشن وبياخدوا بي 12 سبلمنتيشن ايفن وانس بير مانس يعني اوكي كده تمام. يبقى ناس ما بتاكلش لحوم خالص زي المجاعات او الفقر الشديد جدا او نقص او ناس ستريكت فيجيتيريان فمش بياكل انيمال برودكت، لكن دول معروف ان هم بياخدوا بيتو. انا يعني اول مره اشوف الحكايه دي ما كنتش مصدقها، يعني ان انا كانت فيميل وكانت انيميك وماكروسايتوزيس وبتاع، وبعدين يعني انا طلعت بي 12 ديفيشنسي زي ما كنت لسه بتكلم من شويه. لا دي 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 مشكله ليه بي 12؟ فبسالها قالت لي انا ما اكلتش اي نوع من انواع اللحوم بقالي 7 سنين. واخد بالك ازاي؟ ده يبقى كوز يعني فهمت. فخلي بالك من الحكايه دي اوكي تمام. ده نقص انتاج ناس فقر شديد او فيجيتيريان كويس كده تمام. طيب نقص ابسوربشن، احنا اتفقنا بقى ان امتصاص بي 12 هيعتمد على حاجتين: انترنسيك فاكتور من المعده وترمينال اليوم تمام. فاحتمالات ان ما يكونش حد بيمتص بي 12 كويس، يا اما المشكله ادت الى نقص افراز انترنسيك فاكتور من المعده، يا اما مشكله في الترمينال اليوم ادت الى مال ابسوربشن. ايه الاسباب اللي تؤدي الى نقص الانترنسيك فاكتور؟ واحد شال المعده خالص جاستريكتومي كويس كده، واحد عنده بيرنيشيوس انيميا. ايه البيرنيشيوس انيميا دي؟ هنشوفها في اخر المجال بلاستيك انيميا يعني 10 دقائق كده ولا حاجه، ان في حد عنده اوتو اميون ديستراكشن اوف ذا بارايتال سيلز، او جسمه بيكون انتي بودي ضد الانترنسيك فاكتور، فبالتالي ايزر ان هو مش بيطلع انترنسيك فاكتور اصلا من البارايتال سيلز، او بيطلع انترنسيك فاكتور بتروح جاي انتي بوديز ماسكه فيه ومش شغال كويس كده. رقم 3 ان يكون في انهيبيشن للبارايتال سيلز باي هاي جاسترين زي زولينجر اليسون. انت متابع معايا قد ايه؟ يعني ديزيزز محترمه مش حاجه سهله اوكي. فبالتالي عشان نقول ان في حد مش بيمتص بي 12 كويس، هتفكر يا اما في المعده يا اما في انتستينال كوز افكتنج زي تيرمينال الين. طب بالنسبه للمعده، هو بيفرز من البارايتال سيلز، ايزر بقى المعدة كلها اتشالت جاستريكتوم، او في اوتو اميون ديزيز مخلي فيه اوتو انتيبوديز اتكونت ضد البارايتال سيلز اور ايفن ضد الانترنسيك فاكتور، او ان البارايتال سيلز بقت انهيبيتد مع زولينجر اليسون سيندروم كويس كده. ادي جاستريك كوزز، قصادهم انتستينال كوزز افكتنج التيرمينال اليوم زي مين؟ حد عنده تيرمينال اليال ديزيز او ريسكشن كرونز ديزيز. خلي بالك الموضوع يعني مهم، يعني عيان عنده كرونز ديزيز واكتيف over years وراح دخل في انيميا، ضمن الاسباب مجاله بلاستيك انيميا terminal ileal disease او terminal ileal resection شلت terminal ileal كويس. ادي واحد or بقى or microbial infection، في بارازايت في دوده اسمها diphyllopostera mellitum فظيعه بتكونسيوم البي 12 بعنف. حد يعرف علاقه ما بين بارازايت وانيميا بقى دلوقتي في الامتحان؟ بارازايت وانيميا انكلستوما ديودينال ايرن ديفيشنسي باي ذا وي. هل انكلستوما ايرن ديفيشنسي بس ولا في ديفيشنسي حاجات ثانيه؟ كان في القلب ده مال الليجرا بالظبط كده، ده مال ابسوربشن اوفر اول يعني، بس منه الايرن ديفيشنسي والايرن بالذات عشان البلاد لوس مش مال ابسوربشن. وادي واحده ثانيه دايفلوبوستيرام ليتم اند بي 12 اي ديفيشنسي، مش موجوده في مصر يعني لكن اديك عرفتها، او small intestinal bacterial overgrowth. شايف blind loop syndrome اللي تحت دي اسمها small intestinal bacterial كده overgrowth كده، ودي هناخدها ان شاء الله في مين؟ في المال absorption syndrome. يبقى انا عندي ثلاثة في المعدة اتشالت او autoimmune او inhibited ده البراتل سيلز، او على الانتستين terminal ileal disease او resection، او microbes بقى organisms parasite diphyllopostrum latum او bacterial overgrowth. حطها في بالك دلوقتي هنشوفها بعد شويه. طيب تعالى نتكلم بقى على folic acid deficiency كويس كده. واحد عنده lack of vegetables intake اوكي كده. الحقيقه المشهورين جدا بقى هم مين؟ هم الناس الالكحوليزم خلاص. ليه الالكحوليزم؟ هو الحقيقه الالكحوليزم الهيفي الكحوليزم يعني
بيحصل ايه؟ ان هو بيبدا يكونسيوم الكحول بكميات كتيره لدرجه ان بيبقى عنده مال نيوتريشن، بيبدا يستبدل الوجبات بالكحول، يعني يبدا يصحى الصبح ما يفطرش الكحول مع شويه الحاجات المملحه اللي بتبقى مع الكحول ده وخلاص على كده. فمع مرور الوقت يبقى عنده مال نيوتريشن. طب ليه هيبان الفوليك اسيد اكتر ما هيبان بي 12 ديفيشنسي مع انه ما خدش الاثنين؟ يعني تفتكر استرس قليله؟ ايوه الفوليك اسيد ووتر سوليبل اصلا، مش بيتخزن. ان الفوليك اسيد اصلا الاستورج بتاعه صغير، شهرين لاربع شهور، فيبان بسرعه النقص بتاعه. واخد بالك؟ لو حد الكحوليزم لفتره يبان، لكن البي 12 الاستورج بتاعته ممكن تقعد لفترات اطول بكتير. فدي حكايه نقص الانتيك. فخلي بالك من الفيجيتيريانز الناحيه دي، وخلي بالك من الناحيه دي من عيان الالكوهوليزم او الهيفي الالكوهوليزم او نقص الامتصاص. نقص امتصاص الفوليك اسيد لعيان مال ابسوربشن اوفر اول، ادي واحد الايتم الاهم على الاطلاق في نقص الفوليك اسيد لحد هذه اللحظه، ادويه دراجز. اوكي كده دراجز هتؤدي الى او كده نقص امتصاص اور نقص الاكتيفيتي، مش بس مال ابسوربشن اوف بي 12. كويس كده تمام. خلي بالك من دراجز وانيميا. اوكي تمام. اول كلاس اوف دراجز انتي ابيليبتكس، زي مين باي ذا واي؟ ايبانوتين. اوكي لحظه واحده بقى كده، يبقى الايبانوتين كان ممكن يعمل انيميا ازاي؟ الابلاستيك انيميا. الابلاستيك انيميا، وعشان خاطر نقص مين بقى؟ الفوليك اسيد. عشان كده الايبانوتين لازم سي بي سي. خد المفاجاه اللي جايه دي، مفاجاه بشعه رهيبه، اورال كونتراسيبتيف بيلز. كويس كده. ليه دي مفاجاه كبيره جدا جدا جدا؟ لان كتير جدا من الفيميلز ماشي على الاورال كونتراسيبتيف بيلز من غير فوليك اسيد ريبليسمنت. بلس بقى خلي بالك، انت عارف دلوقتي ان توصيات الدبليو اتش او ان كل الفيميلز ان تشايلد بيرنج ايج لازم تنشور ان يبقى عندهم سفيشنت فوليك اسيد ليفل اب تو، يعني ان بيتعطي فوليك اسيد على طول اصلا. واخد بالك؟ فتخيل ان واحده بتاخد اورال كونتراسيبتيف بيلز مقلله امتصاص الفوليك اسيد، وحصل انها حملت وهي عندها فوليك اسيد ديفيشنسي، هنا في احتمال كبير جدا ان ينزل طفل عنده كونجنيتال انوماليز. حد يعرف الكونجنيتال انوماليز الاشهر اللي بتحصل مع الفوليك اسيد؟ سباينا بيفيدا. اللي هي اسمها اوبن. ايوه اكسلنت. مين اللي بيقول ديفكت ده؟ اوبن نيورال كريست ديفكتس، اسمها كده اوبن نيورال كريست ديفكتس. فخلي بالك ان دلوقتي بقينا على طول كل الفيميلز اللي في الشايلد بيرنج ايج واخده كورنت كونتراسبشن او ما بتاخدش لازم تنشور سفيشنت ليفل اوف فوليك اسيد. ايفن دلوقتي الدكاتره في مصر اول ما الست بتعرف انها حامل بيروح مديها فوليك اسيد. التوصيات العالميه انها تاخد فوليك اسيد من قبل ما تبقى بريجننت اصلا. كويس. فخلي بالك من انتي ابيليبتيك اورال كونتراسبتيف بيلز. الادويه او الليسته الثالثه او المجموعه الثالثه من الادويه، ادويه انت عارفها كويس، ادويه الروماتولوجي، ادويه الروماتويد ارثرايتس. كلكم اللي عدى على روماتولوجي او اللي هناخد معانا ان شاء الله روماتولوجي، الميثوتريكسيت اهو والازاثيوبرين الى حد اقل، بس الميثوتريكسيت مهم جدا جدا خالص ان العيانين اللي بياخدوا ميثوتريكسيت ياخدوا فوليك اسيد، لان الميثوتريكسيت ده حد كان فاكر حد يعرف فوليك اسيد انتاجونست. ايوه انتي فوليت اصلا. واخد بالك ازاي؟ فخلي بالك من حد بياخد ميثوتريكسيت وازاثيوبرين كادويه مين بقى؟ روماتولوجي. والاخير بقى المهم جدا هيدروكسيوريا. تخيل بقى ان الهيدروكسيوريا بيعمل بون مارو انهيبيشن دايركت وكمان بيقلل امتصاص الفوليك اسيد. يبقى دلوقتي لما تيجي تفكر، خلينا بقى نكريستلايز مره ثانيه كده، على اسباب نقص امتصاص بي 12 هتفكر على مشكله في المعده ادت الى نقص انترنسيك فاكتور او مشكله في التيرمينال هيليوم بارازايت او بكتيريا. كويس كده. لما تيجي تفكر على اسباب نقص امتصاص الفوليك اسيد في الاول هتفكر على مال ابسوربشن سندروم اوفر اول، بس الايتم الاهم وباي ذا واي ده مره جت قبل كده كيز في بني سويف، واخد بالك؟ جاب ايه؟ جاب عيان ابيليبسي لا هو جاب العيان ازاي في الكيز؟ جاب العيان بانيميا. كويس كده تمام. وراح عمل له السي بي سي وطلع الام سي في بتاعته 119 اللي هو الام سي في بتاعه عالي. وبعدين مشي وقال لك ان الباست هيستوري من العيان بتاعه او الهيستوري بتاع العيان ان عيان ابيليبتيك وعلى فينايتوين بياخد ايبانوتين يعني كانتي ابيليبتيك. وبعدين راح سال تحت سؤالين، الكلام ده كان من سنتين تقريبا، راح سال تحت سؤالين. السؤال الاول قال لك ايه علاقه الدراج انتيك بنوع الانيميا او إيه تفتكر ايه سبب الانيميا؟ طبعا الاجابه طبعا ان العيان بياخد ايبانوتين والايبانوتين ده عامل نقص فوليك اسيد ديفيشنس. كان السؤال اللي بعده على طول ايه ادويه ثانيه تعمل نفس النوع من الانيميا؟ فكان محتاج مين الادويه دي؟ فيا ريت الادويه دي، يا ريت خلي بالك وامل عليها ستار كده كبيره خالص،
ادويه بتعمل فوليك اسيد ديفيشنسي وانت خدت من شويه، ركز بقى معايا عشان انت بنجمع، واخد بالك؟ خدت ادويه بتعمل هيموليسيس وخدت ادويه بتعمل ابلاستيك انيميا، اديك خدت ادويه بتعمل فوليك اسيد ديفيشنسي. الانتي طبعا يا ريت كنا في الكورس كنا عملنا امتحانات ريتن يعني، بس هننزل بقى كيسز وام سي كيو ان شاء الله من النهارده لحد الحصه الجايه في الهيماتولوجي. الانتي ابليبتيك في الاورال كونتراسبتيف بيلز ادويه الروماتولوجي اند هيدروكسي يوريا. باي ذا واي بينا وبين بعض يعني معلومه مهمه كده، في بعض الكتب خلاص تكتب عند البي 12 دواء ميتفورمين. اوكي تعالى نتكلم بقى على الحكايه دي، دي ايه الميتفورمين ده؟ كلكم عارفين السيدوفاج والجلوكوفاج مش كده؟ ده دواء دايابيتس وليه استخدامات ثانيه زي بوليسيستيك اوفر سندروم وفات ليفر واستخدامات ثانيه جدا. ناس تقول بقى ان العيانين الدايابيتك اوكي اللي بياخدوا ميتفورمين على الكتاب او في الليتريتشر يعني اوكي، ان العيانين الدايابيتك اللي بياخدوا ميتفورمين بيحصل عندهم بي 12 ديفيشنسي بسبب نقص امتصاص بي 12، وده دواء العيانين ممكن يمشي عليه سنين. فعشان كده عيانين الدايابيتس الافضل اللي بياخدوا ميتفورمين تدي لهم سبلمنتال بي 12 في شكل حقن. اوكي كده تمام. طيب ده على قد الكتاب وده على قد علم الفارماكولوجي. لو رجعت بقى على الايفيدنس بيسد ميديسن وتشوف المعلومه دي هتلاقي ان المعلومه دي غير حقيقيه. يعني فعلا الميتفورمين ممكن يقلل امتصاص بي 12 بس مش للدرجه اللي تعمل بي 12 ديفيشنسي. اوفر اول المعلومه ليك ان الميتفورمين مكتوب في كتب كتيره ممكن يقلل امتصاص بي 12 كدواء دايابيتس، انت في البراكتس ده مش حقيقي. خلاص كده تمام اتفقنا؟ عايز تعتبره حقيقي براحتك بس ادي المعلومه. ده كده امتصاص. خلي بالك بقى نكمل بقى اسباب نقص الفوليك اسيد، زياده ديماند، زياده لوس. زياده ديماند، زياده لوس. عمالين بقالنا كتير جدا الحصه اللي فاتت والحصه دي نقول ان في عيان لازم ياخد فوليك اسيد، مين بقى ده؟ البريجننسي الهيموليسيس عيان الهيموليسيس طبعا عشان ما يخشش في مجال البلاستيك كرايسيس. الحقيقه ان في عيانين عندهم انكريز ديماند. خلاص خلي بالك ان دول عيانين بقى اللي هنكتب عليهم لازم ياخد فوليك اسيد في كده. هم مين؟ بص البريجننسي واللاكتيشن، كنا لسه متكلمنا عن البريجننسي. البريماتوريتي الاطفال المولودين بدري، ادي كاتيجوري. بص بقى ده ايتم فظيع جدا ويا ريت كل الدكاتره تاخد بالها من الحكايه دي. الناس اللي عندهم هاي سيل تيرن اوفر خلاص، زي مين؟ زي عينين الهيموليسيس ادينا اتكلمنا عليهم، او العينين اللي عندهم اكسفولييتيف سكين لوس. زي عيان مين بقى اختصارا؟ يعني عيان الصدفيه السورايسيس. طبعا طبعا دول عيانين لازم ياخد. خلاص كده تمام. انت عارف يعني لو احنا من اللي فات كده اتكلمنا مين لازم ياخد بي 12 او يعني تاخد بالك منه انه ياخد بي 12، العيان اللي بياخد ادويه ممكن تعمل كده زي ادويه الروماتولوجي وادويه الابيليبسي، البريجننت واللاكتيشن، عيانين الهيموليسيس، عيانين السورايسيس، ولو عايز تحط عليهم عيان رابع عيانين الدياليسيس، عيانين الغسيل. ليه بقى بيقولوا ايه؟ انت عارف الدياليسيس ان دم العيان بيخرج يعدي في مكنة الغسيل على فلترت على يعني سيمي بيرمال ميمبرين ودايليزيت عشان ياخد التوكسنز. يعني دم العيان بيبقى في ناحيه كده البلود هنا وفي هنا سائل كده اسمه دايليزيت، ماشي؟ هنا البلود بتاع البيشنت اللي هو دم العيان بيروح له كده ويرجع منه، وما بين من هنا كده وما بين ده ومن ده كده سيمي بيرمال ميمبرين. عشان ايه بقى؟ عشان التوكسنز اللي في دم العيان اللي الكدني مش قادر تخرجها تعدي للفلويد ده وبعدين نتخلص منها. كويس كده. في حاجات غصب عننا مهمه بتعدي من هنا لهنا، زي مين؟ الفوليك اسيد. فالعيانين اللي بيغسلوا هيموداياليسيس او العيانين اللي بيغسلوا بيريتونيال دياليسيس بيفقد فوليك اسيد، فبيحتاج فوليك اسيد سبلمنتيشن. فخلي بالك ان كل عيانين في المستشفى، كل عيانين الهيموليسيس، كل عيانين الهيموداياليسيس لازم ياخد فوليك اسيد سبلمنتيشن. وان العيانين دول في الامتحانات هيجيب لك البيشنت في ام سي كيو او في كيس ويجيب لك ان العيان عنده فوليك اسيد ديفيشنسي ويقول لك ليه، عشان خاطر الايه الاسباب دي. اتفقنا ان نقص فيتامين او نقص اي مينرال بتقول نقص انتيك، نقص ابسوربشن، زياده ديماند، زياده لوس. كويس كده. وقلنا هنا في سبب خامس يعني لو افتكرت يبقى كويس، ما افتكرتوش مش مشكله، ان عيان عنده ان بورن ايرور، هو مولود عنده ايرور اوف ميتابوليزم بتاع بي 12 او فوليك اسيد. طبعا ده بقى كاتيجوري في الميديسن كده يعني كاتاستروفيك وقصه كده لوحدها. انت بالنسبه لك عايز العنوان ده بس، ان في بيشنت عنده ان بورن ايرور اوف بي 12 اور فوليك اسيد ميتابوليزم. خلاص كده الموضوع بقى بسيط خالص. ايه بقى الحكايه؟ ايه علاقه بي 12 وفوليك اسيد انها تعمل انيميا؟
اوكي كده تمام. قالك بص بقى بي 12 وفوليك اسيد الاثنين مهمين جدا 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 عشان دي ان اي سينثيسيس. احفظ بس الجمله دي لان خلاص الموضوع بقى بيخلص. عشان خاطر الدي ان اي سينثيسيس سبيشالي اوف ذا رابيدلي ديفايدنج سيلز. خلاص كده خلي بالك بقى ايه اللي هيحصل لو دي خليه كده وادي النيوكلس بتاعتها اوكي وادي السيتوبلازم. لو الخليه دي عايزه تنقسم يعني عايزه تبقى خليتين اوكي كده ادي كده وخليه ثانيه. المطلوب يحصل ايه؟ المطلوب ان السيتوبلازم يتضاعف والنيوكلس يحصل فيها ديفيجن وتبقى اثنين كويس كده. في حاله بي 12 او فوليك اسيد ديفيشنسي او الاثنين مع بعض بيحصل ايه؟ ان السيتوبلازم بيحصل فيه الديفيجن لان دي حاجه معتمده على الام ار ان اي كويس. لكن النيوكليير ديفيجن معتمد على مين بقى؟ على دي ان اي. فبيحصل ايه؟ ان السيتوبلازم ينقسم كويس لكن النيوكليوس اللي معتمد على الدي ان اي سينثيسز مش هيحصل فيها الديفيجن. فيحصل حاجه مهمه جدا كلمه مهمه جدا لازم تقولها اسمها نيوكليو سيتوبلازميك اسينكروني او نيوكليو سيتوبلازميك اسينكروني. ان يحصل سيتوبلازميك ديفيجن عشان خاطر ان ده معتمد على الام ار ان اي لكن ما يحصلش نيوكليير ديفيجن لان ده معتمد على دي ان اي سينثيسز اوكي كده تمام. فيحصل ايه بقى؟ ان الخليه تارست الديفلوبمنت بتاعها ارست في ستيج كبيره جدا اوكي كده تمام. لو طبقنا ده على البون مارو فنلاقي ان البون مارو راح مكون ميجالو بلاست انستيد اوف نورمو بلاست. واحده واحده كده ايه النورمو بلاست دي؟ لو تفتكر في الحصه الاولى خلال الريتكس على طول اللي قبل الريتكس على طول صح زي ما اتفقنا. ما كنت بقولك ان اللاين بتاع انتاج الار بي سيز ده كان 11 خطوه وكنت محتاجك بس تكتب قبل الماتيور اريستروسايتس خليتين خليه اسمها ريتيكولوسايتس وخليه قبلها اسمها نورموسايتس كده تمام. هي الخليه النورموسايتس دي اللي محتاجه الايرن لو تفتكر وبي 12 وفوليك اسيد تمام. لو ما جالهاش بي 12 وفوليك اسيد هيحصل ان السيتوبلازم بتاعها هيتضاعف بالصوره كده اهي دي كده نورموبلاست اللي على الشمال كويس كده. هيحصل ايه لو ما جالهاش بي 12 او فوليك اسيد؟ السيتوبلازم بتاعها هيتضاعف فهتكبر لكن مش هتنقسم فهتتحول للشكل اللي جنبه ده اللي اسمها ميجالوبلاست. طب وبعدين هنشوف بقى الحكايه دي دلوقتي. تعال نتكلم بقى على الديفينيشن بتاع الميجالوبلاست انيميا. ده عيان عنده انيميا والمميز جدا فيها ان الميكروباسكولار فوليوم معدي ال 100 عشان نقول عليها ماكروسيتيك اب تو ان ممكن يعدي 115 واكتر. ليه حصل كده؟ ليه حصل كده؟ بسبب affection او delaying of the division of the rapidly proliferating cells. وخلي بالك احنا اتكلمنا على rapidly proliferating cells ما اتكلمناش على بس bone marrow مش كده. rapidly proliferating cells bone marrow او skin او GIT. خلينا على قد bone marrow بس دلوقتي. ليه حصل الكلام ده؟ بسبب impairment او defective DNA synthesis بسبب نقص B12 ونقص folic acid. يبقى تاني ميجالوبلاستيك انيميا عيان عنده انيميا الميكروباسكولار فوليوم بتاعه فوق ال100 اب تو فوق ال115 بسبب ديلي ديفيجن اوف رابيدلي بروفيتنج سيلز بسبب ديفكتيف دي ان اي سينثيسز بسبب نقص البي 12 او نقص الفوليك اسيد او الاثنين. الكلمه الاهم اللي اتعلم عليها اسمها نيوكليو سيتوبلازميك اسينكروني كويس كده. وخلي بالك احنا بنتكلم على delayed division of the rapidly dividing cells مش بس البون مارو. طب ايه المشكله في كده؟ يعني ايه المشكله لما كوننا ميجالوبلاست؟ بص ركز عشان في مفاجآت ظريفه جدا. ايه المشكله لما كوننا ميجالوبلاست كده مكان نورموبلاست؟ اوكي مشكله كبيره ان ده ما بيعجبش البون مارو. البون مارو نفسه اوكي كده يلاقي ميجالوبلاست مكان نورموبلاست فيروح مكسر اهو كده الجزء كبير جدا منهم اوكي تمام. كان زمان يعني كنت شفت فيديو كده الدكتور اجنبي كان يعني مثل الحكايه دي بشكل ظريف او شبهها بحاجه ظريفه. يعني لو في واحده بتتعلم لسه جديد تعمل مثلا كيك اوكي كده تمام فما اعملي كيك للضيوف يا فلان فبتبدا تعمل بقى كذا واحده اوكي كده اللي طلع لك على السفره اللي طلع على السفره في قصاده مثلا خمسه سته اوكي مامتها رمتهم لان كانوا بايظين اوكي كده وفي شويه طلعوا بره باباها رماهم اوكي لان كانوا بايظين لحد ما رسينا على واحده كانت معقوله يعني اوكي تمام. فبالتالي اللي بيحصل كده بالظبط ان البون مارو بينتج خلايا وحشه زي الكيكه الوحشه دي ميجالوبلاست فيروح مكسره وشويه ينزلوا سيركيوليشن. اللي ينزلوا سيركيوليشن دول يبداوا يفقدوا النيوكليوس ويبقى اسمهم ماكروسايت. يبقى جوه كان اسمهم ميجالوبلاستس اللي جزء منهم هيبقى فيه هيموليسيس
انترامدلري. اللي هينزلوا بقى جوه السيركوليشن دول هيعدوا على السبلين، يروح مكسر منهم شويه كمان. يا نهار ابيض، خدت بالك من المفاجاه؟ ايه بقى المفاجاه؟ ان الميجالوبلاستيك انيميا طلعت هيموليتيك انيميا، صح كده؟ يعني مش بس انيميا نقص انتاج، ده طلعت كمان هيموليسيس. هيموليسيس فين؟ اكسترا فاسكولار في السبلين. ده طلع بقى هيموليسيس انترامدلري جوه البون مارو، وهيموليسيس كمان جوه السبلين اكسترا مدلري. فخلي بالك ان الميجالوبلاستيك انيميا، المفاجاه الاولى ان الميجالوبلاستيك انيميا مش بس انيميا نقص انتاج، ان الميجالوبلاستيك انيميا كمان هيموليتيك انيميا، هيموليسيس انترامدلري واكسترا مدلري. خد المفاجاه الثانيه، الميجالوبلاستيك انيميا مش بس انيميا. الحقيقه ان ده بيحصل على كل الهيماتوبويتيك سيلز، فكمان يبقى في نقص في الوايت بلاس كاونت، وكمان يبقى في نقص في البليفز. هو نقص التلاتة اسمه ايه؟ يعني نقص انيميا، نقص بان سايتوبينيا. بان سايتوبينيا، تخيل بقى. اوكي، المفاجاه الاهم على الاطلاق ان الميجالوبلاستيك انيميا مش انيميا، ان الميجالوبلاستيك انيميا از بان سايتوبينيا، صح كده؟ شفت معايا انيميا من شويه ما كانتش انيميا، كانت بان سايتوبينيا، ابلاستيك انيميا، خلاص كان اسمها انيميا وهي بان، وهي بان سايتوبينيا. دي كمان اسمها انيميا وهي بان سايتوبينيا، خلاص كده تمام. يفضل لي بس كام كلمه صغيره. واحد، هي انيميا. ايش هي؟ بقول. طيب هو ليه حصل ليكوبينيا وثرومبوسايتوبينيا؟ يعني ما هو نفس القصه، البريكورسرز بتاعت كل الرابيدلي ديفايدنج سيلز، مش بس مش بس الار بي سيز. لا، وعلى فكره ومش بس البوم مارو، واخد بالك؟ لسه هنشوف الحكايه دي. فكمان الوات بلس سيلز تقل، وكمان البليتلتس تقل. خلي بالك، ثانيه واحده، ده هيبقى كده في نقص انتاج وتكسير، فانيميا فعلا محترمه وبان سايتوبينيا. الكلمه الكبيره جدا اللي هتبقى مطلوبه منك في الشفوي او في الكلينيكال باثولوجي، او اللي لو لقيتها تقول ان دي ميجالوبلاستيك انيميا غير انها ماكروسايتوزس، غير انها ماكروسايتوزس. شايف الكلمه دي كده؟ وعلم عليها كده علامه، ويكتب جنبها دايجنوستيك هايبر سيجمنتد نيوتروفيلز. خلاص، اكتب جنبها كده ايه؟ دايجنوستيك. اوكي، ثانيه واحده، هي كونها ماكروسيتك ده مش كافي؟ يعني كون ان العيان عنده بان سايتوبينيا والار بي سيز ماكروسيتك، ده مش كافي ان انا اقول عليها ميجالوبلاستيك؟ اوكي، لا مش كافي المفروض. لا، بس مش عارف ليه. عارف ليه؟ لان انا كنت قلت لك في الاول خالص ان الماكروسايتوزس فيه نوعين، ماكروسايتوزس ميجالوبلاستيك وماكروسايتوزس نان ميجالوبلاستيك. ايه نان ميجالوبلاستيك؟ ايوه مينا، طبعا نان ميجالوبلاستيك. وفاكر كان منهم مين؟ كان منهم الكرونيك ليفر ديزيز او الادفانسد ليفر ديزيز، صح كده؟ طب ما ده يبقى معايا بان سايتوبينيا عادي، ويبقى فيه ماكروسايتوزس، اخذ بان سايتوبينيا بسبب هايبر سبلينيزم او بسبب كذا. فبالتالي لا، مش كفايه. امال ايه الدياجنوستيك؟ خلاص، مش بس الميجالوبلاستيك تشينجز، الدياجنوستيك هو ده. هي الكلمه دي علم عليها علامه كبيره جدا جدا جدا، مهمه جدا، اسمها هايبر سيجمنتد نيوتروفيلز. انتوا عارفين النيوتروفيلز مش كده فيها جرانيوليشن او فيها جرانيولز يعني او سيجمنتيشن، وان هي كل ما تكبر السيجمنتيشن ده يقل، مش كده؟ تمام. فيظهر لي بقى ايه بقى في البلاد فيلم؟ يظهر لي وايت بلاست كاونت قليل، ونيوتروفيلز فيها ايه بقى؟ سيجمنتيشنز كتير. يا ريت علم على النيوتروفيلز دي ويكتب عليها ايه؟ اكتب عليها دايجنوستيك، يا ريت، الله يخليك. فخلي بالك ان المفاجاه دلوقتي، او يعني المعلومه الكبيره المهمه اللي يعني خلاص احنا بنتكلم في الاخر، اوكي كده تمام، مهمه جدا جدا، ان الميجالوبلاستيك انيميا، ثانيه واحده مدار، ان الميجالوبلاستيك انيميا از هيموليتيك انيميا، خلاص كده، انترا مدلر هيموليسيس واكسترا مدلر هيموليسيس، كمان از افان سايتوبينيا، وان الدياجنوستيك مش الماكروسايتوزس، الدياجنوستيك اسمها هايبر سيجمنتد نيوتروفيلز. تمام يا نور؟ دكتور معلش، هايبر سيجمنتد نيوتروفيلز دي ايه تاني؟ معلش ممكن حضرتك تقول. بص، النيوتروفيلز في الجروس بتاعها، خلاص كده، كل ما بتكبر كل ما السيجمنتيشنز اللي جواها يقل. يعني الاول بيبقى فيها 5 سيجمنتس، كلاسيكال نقول كده ان النيوتروفيلز كده، اوكي، بيبقى جواها الاول 5 سيجمنتيشن، اوكي، اهي كده عامله كده 5 سيجمنتيشنز، كويس. تنزل لي البريفرال بلاد فيها 3، كل ما تكبر يقلوا. هنا هلاقي ايه بقى؟ هلاقي الوات بلاست كاونت قل، والنيوتروفيلز اللي نزلت لي في البريفرال بلاد هي دي،
يعني فيها اكتر من 3. دي اسمها هايبر سيجمنتد نيوتروفيلز. معنى كده ان في نيوتروفيلز نزلت مش ماتيور بعدد هايت بلاستيل كاونت قليل. خدت بالك ازاي؟ فيسموا ده هايبر سيجمنتد او يسموه شيفت تو ذا رايت. يسموه شيفت تو ذا رايت كمان. كويس. فخلي بالك بس للمره الاخيره عشان بس درس المجالو بلاستيك انيميا ده مليان مفاجآت. يعني المجالو بلاستيك انيميا از انيميا نقص انتاج وهيموليسيس انترا مدلري واكسترا مدلري كمان بان سايتوبينيا نقص وايت بلاستيك كاونت اند نقص بليتس. نرجع بقى تاني نقول المعلومه بقى الاخيره ان نقص البي 12 والفوليك اسيد بيأفكت مش بس الار بي سيز, لا كل الهيماتوبويتيك سيلز, ومش بس الهيماتوبويتيك سيلز ده كمان بيأفكت كل الرابيدلي ديفايدنج سيلز. يهمني جدا اتنين. واحد الجي اي تي, غير بقى البوم مارو يعني او غير الهيماتوبويتيك, الجي اي تي ان السيلز اوف ذا جي اي تي هتبقى عندها نفس الديفكت, مش بيعرف يحصل لها ماتوريشن ومش بتعرف تديفايد. وخلي بالك ان دي رابيدلي ديفايدنج بعنف, فيبقى في سكند اتروفي للتانج ستومك سمول انتستين. هار ابيض مشكله كبيره. خلاص كده تمام. طيب هقول لك حاجه, تعرف انيميا تانية بيبقى معاها اتروفي دول؟ ايرون ديفيشنسي. الايرون ديفيشنسي انيميا ايرون ديفيشنسي فالريد جليزد تانج, فاكر اتروفي اوف تانج بابيلي. فخلي بالك مع انيميا معاها ريد جليزد تانج. في ملحوظه تانية ليك انت كدكتور بقى مهمه جدا, مش كده تمام؟ حكايه الاتروفي بتاع الميكوزا بتاع السمول انتستين ده هيأفكت ازاي؟ مش كده هتخش في دائره رهيبه, مش كده؟ يعني هو عنده بي 12 وفوليك اسيد ديفيشنسي او يعني اوكي, وهما الاثنين بيعملوا اتروفي للميكوزا بتاع السمول انتستين, فبالتالي مال ابسوربشن, فبالتالي يقلوا اكتر. خلاص ونخش في دائره فظيعه جدا. فخلي بالك في انيميا مع حكايه مين الجي او تي. ملحوظه اخيره خلاص مش عايز اتقل عليك, يعني المال ابسوربشن نفسه هو نفسه كان كوز للبي 12 والفوليك اسيد ديفيشنسي, صح كده تمام؟ على اي حال افكشن للجي او تي, وحاله خاصه مع البي 12 ديفيشنسي حاله خاصه اوكي. ان البي 12 ده مهم جدا 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 عشان تصنيع المايلين شيس, فبالتالي العيان اللي عنده بي 12 ديفيشنسي ممكن يظهر عليه اعراض نيورولوجيكال. كويس. بس فانا عندي الدياجرام ده هو القصه كلها اوكي كده تمام. عندي انترا مدلري واكسترا مدلري هيموليسيس, يا ريت ما تنساش كلمه هيموليسيس, وعندي بان سايتوبينيا ويز هايبر سيجمنتد نيوتروفيلز, عندي كمان افكشن للجي اي تي اتروفي اوف ذا سوبرفيشال او لاينينج سيلز, وفي حاله البي 12 عندي افكشن للمايلين شيس وتبدا تظهر اعراض نيورولوجيكال. خلاص كده بس خلاص, فاضل حاجات صغيره خالص. تعال نتكلم كلينيكالي اوكي كده. واحد عندي كوز اهو كده, كوز زي مين؟ زي برنيشس انيميا, زي عيان عامل جاستريكتومي, زي عيان بياخد ادويه, زي عيان عنده كرونز ديسيز, وات ايفر, صح كده؟ وبدا يظهر عليه ايه؟ ارجوك ما تنساش بان سايتوبينيا ويز هيموليسيس. انا عايزك بعد كده بقى حاجه, لما اقول لك ميجالو بلاستيك انيميا او تقرا ميجالو بلاستيك انيميا, لو الكلمه دي على طول في بالك كدكتور لو عايز تبقى كويس تترجمها الى بان سايتوبينيا بلس هيموليسيس على طول. خلاص تترجمها كده لو انت بتتكلم على هيماتوبويتيك. فالعيان هيبقى عنده ايه بقى؟ هيبقى عنده انيميا, وهيبقى عنده ليوكوبينيا عامله ريكورنت انفيكشنز, وهيبقى عنده ثرومبوسايتوبينيا عامله بليدنج تندنسي. خلي بالك بقى عشان انا من شويه قلت لك ركز في الثلاثيه ديت, مش كده؟ في درس ايه كنا قلناها لسه من شويه, قلت لك ركز في الثلاثه دول مع بعض ابلاستيك ركز بقى عشان من اول الابلاستيك انيميا وانت طالع الثلاثه دول غالبا موجودين تمام؟ يعني ابلاستيك عشان بان سايتوبينيا. ايوه خلي بالك بقى, وهيبقى مطلوب منك الديفرنشال هي مين اوكي كده تمام, يعني هي اني واحده في دول. فخلي بالك ان عيان المجال بلاستيك انيميا مش بس انيميا, عيان انيميا وريكورنت انفيكشن وبليدنج تندنسي بلس شوف بقى اللي جايه دي كوز من كوزس الهيباتوسبلينوميجالي. اهي اللي انت طبعا بتقعد تحفظ في الليفر ديزيزز الاسباب الهيباتوميجالي واسباب السبلينوميجالي وبتيجي دي ومش واخد بالك منها ليه, يعني يا ترى ليه هيباتوسبلينوميجالي بقى؟ مش كده ليه العيان ده يبقى عنده ليفر وسبلين كبار اكسترا مدلري؟ ايوه واحتمال جول ستونز واحتمال جوندس, مش كده؟ عشان خاطر ايه؟ هيموليسيس, عشان خاطر هيموليسيس. اتفقنا تمام. يلا تعالى على الجي اي تي اتروفي اوف تانج بابيلي, اكتب جنبها ريد جليزد تانج وديفرنشال اتروفيك جاسترايتس اكلور هيدريا او مال ابسوربشن. مشكله كبيره جدا جدا لان ده هيؤدي الى ان الحاله تسوء زائد مال ابسوربشن لباقي العناصر كمان.
فمشكله كبيره الحقيقه. تمام. وفي حاله خاصه في حاله مين بقى البي 12 ديفيشنسي تظهر اعراض ايه بقى نيورولوجيكال مش كده؟ اعراض نيورولوجيكال زي مين في الشكل الابسط بريفرال نيوروباسي. خلي بالك كده لو ده كده سي ان اس يعني اهو ادي برين نيورو وحشنا الحقيقه جدا بس هنرجع له تاني قريب. برين ستيم وادي سبانال كورد وادي بريفرال نيرف. اول واحد ممكن يبقى افكتد ده فالعنب عنده بريفرال نيوروباسي. عرفت ليه بقى لما العنب بيروح للدكتور عنده تنميل في ايديه وتنميل في رجليه ومش عارف ايه وبتاع يروح مديله بي 12 ازاي؟ لان طبعا مش صح مش صح. هناخد البريفرال نيوروباسي في النيورو يعني اوكي كده. او ممكن يحصل كمان ديمالينيشن لتراكتس اوكي كده فنلاقي ديمالينيشن لبيراميدال وبوستيريور كولا. الثلاثيه دي بقى اسمها ايه؟ يعني ديمالينيشن لبوستيريور كولم اوكي وبيراميدال تراكتس وبريفرال نيرفس. الثلاثه بيز دول اهو الثلاثه بي بوستيريور كولم بيراميدال بريفرال نيرفس. الثلاثه دول مع بعض اسمهم سب اكيوت كومبايند ديجنريشن اوف ذا كورد. سب اكيوت كومبايند ديجنريشن اوف ذا كورد اللي ممكن يحصل مع بي 12 ديفيشنسي. هل يا ترى السب اكيوت كومبايند ديجنريشن اوف ذا كورد دي جت في درس البارابليجيا؟ جت في درس البارابليجيا. انا مش هرهق زينك يعني مفيش مشكله. دي حاجات مش حابين نتطرق ليها دلوقتي. جت في درس البارابليجيا هي والموتور نيورون ديزيز والبلاجرا لاترال سكلروزس لو تفتكر من السيستميك كوزس بتاعت السباينال. بس يعني جاي لها يوم ان شاء الله. احنا بص احنا ليه بنجري بقى في المنهج او عايزين نخلص عشان نراجع بقى او مش نراجع نشرح من الاول خد بالك تاني مش مشكله. طيب اوكي. فالحاجه الثالثه اعراض سايكاتريك اعراض سايكوتيك حاجه بيسموها ميجالو بلاستيك مادنس. والناس اللي عندهم بي 12 موصوف في الليترشر كده ان ممكن يحصل لهم دايما سنس اوف جيلت يبقى عندهم احساس دايما بالذنب او كذا او بتاع. لكن خلي بالك من بريفرال نيوروباسي وصاب اكيوت كومبايند ديجنريشن اوف ذا كورد كويس. تمام. ادي الاعراض بتاعت ايه ما تنساش بان سايتوبينيا وذ هيموليسيس اعراض جي اي تي وفي حاله خاصه بي 12 اعراض نيوروباسي او صاب اكيوت كومبايند ديجنريشن اوف ذا كورد زائد مانيفيستاشن اوف ذا كوز. كويس كده. تمام. انفستيجيشنز وتريتمنت تقول لك سلام عليكم اوكي تمام يلا بينا تعال نشوف. عامل لك دياجرام صغير خالص كده على الجنب هيروح موضح لك الحكايه دي ايه كلها. بص يا سيدي تابع معايا الدياجرام بس في ايه عشان خاطر تفهم لان الانفستيجيشنز هنا يعني كتيره شويه. واحد انا عندي كوز والكوز ده عمل بي 12 وفوليك اسيد ديفيشنسي. كويس كده تمام ماشي الحال. ادى الى بان سايتوبينيا بلس هيموليسيس. في اسهل من كده اهو احنا ماشيين اهو بالترتيب. انا عندي كوز والكوز ده عمل بي 12 وفوليك اسيد ديفيشنسي اللي ادى الى ديلي ديفيجن اوف ذا رابيدلي ديفايدنج سيلز في البون مارو وخلايا ثانيه. فالنتيجه بقى عندي بان سايتوبينيا ادي بليتلتس اهي وادي وات بلس سيلز وادي ار بي سيز قال له زائد هيموليسيس. خلاص. ما تيجي نمشي بقى على الكلام ده بس من تحت لفوق. يعني انا شفت العيان ده تعال نشوف عنده ايه. واحد اعمل السي بي سي. هنمشي من تحت لفوق خلي بالك. بس واحد هعمل السي بي سي. السي بي سي بقى هتلاقي فيه ايه تعال نبص كده. بان سايتوبينيا يعني عنده انيميا مش كده تمام. عنده ليوكوبينيا اهي وعنده ثرومبوسايتوبينيا زائد ملاحظات مكتوب تحت البليتلتس ثرومبوسايتوبينيا وذ لارج بليتلتس. مش دي مهمه بس الملحوظه الاهم تحت مين تحت الوايت بلاد سيلز انك هتلاقي في البلاد فيلم ايه بقى هايبر سيجمنتد نيوتروفيلز. اكسلنت الكلمه الاهم هايبر سيجمنتد نيوتروفيلز. للشاطرين خالص بقى تعال نتكلم على السي بي سي انيميا خلاص. ايه اللي هيخلينا اقرب ان دي مجاله بلاستيك انيميا؟ انت لما بتلاقي ار بي سيز هيموجلوبين هيماتوكريت قليلين هتبص على مين؟ على الام سي في. ام سي في هتلاقي الام سي في عامل ازاي؟ ام سي في على 100 اه الام سي في كبير خلي بالك بقى. والهيموجلوبين كمان زاد. الهيموجلوبين زاد جوه الار بي سي صح كده اللي هو اسمه مين كورباسكولار هيموجلوبين. ما هو خلي بالك ان انا عندي ايه اللي حصل؟ ان الار بي سيز اتضعفت وما انقسمتش فالحجم زاد والهيموجلوبين جوه الوحده زاد عن النورمال خدت بالك ازاي؟ فيبقى يحصل ايه؟ ان الام سي في زيد يعني متوسط. ليه زاد يا دكتور؟ لان هي 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 اللي حصل فيها انها اتضعفت وما انقسمتش. طب ما هي نفس الكميه يعني نفس عدد الخلايا هم خليتين ونفس الهيموجلوبين كان بتاع 2. ايوه بالمقارنه بقى بالنورمال يعني بص كده دي خليه هي نورمال
مسا شاب ودي خليه مجاله بلاستيك اهي كويس بالمقارنه بالنورمال حجم دي اكبر من دي صح وكميه الهيموجلوبين اللي في الواحده صح اكتر من كميه الهيموجلوبين اللي في النورمال لكن الهيموجلوبين التوتال ناقص تمام تمام يا شباب لكن ال MCHC التركيز نورمال اكسلنت اكسلنت يا مين لانه اتنين قصاد اتنين كانوا اتنين هيموجلوبين بقوا في بعض الكميه على الحجم يطلع نورمال خلاص كده للشاطرين قوي الكلام ده للشاطر قوي 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 يعني ايه اهميه الكلام ده اهميه الكلام ده ان احنا كنا اتكلمنا زمان او في اول الهيماتولوجي ان في ايه بقى ان في ماكروسايتوزس ميجالوبلاستيك وفي ماكروسايتوزس نان ميجالوبلاستيك اللي هو عباره عن ايه يعني خلي بالك بقى اللي هو عباره عن الهيموجلوبين نورمال بس الممبرين بس اللي كبر فهمت بقى الحكايه ازاي ساعتها تلاقي ايه بقى في النان ميجالوبلاستيك الام سي في زاد بس الام سي اتش خلاص كده لا ما زادش وبالتالي الكونسنتريشن قل فهمت الحكايه يبقى تمام ايوه حلو جدا يبقى انا بالنسبه لي انيميا مع زياده في المين كورباسكولار فوليوم زاد مع زياده في المين كورباسكولار هيموجلوبين زاد صح كده وام سي اتش سي نورمال خلي بالك من الحكايه دي مهم كده اقول عليها ايه بقى ماكروسيتيك ميجالوبلاستيك حط لي جنبها هايبر سيجمنتد نيوتروفيلز اقول ان دي ميجالوبلاستيك انيميا وتريح البيشنت وتريح نفسك كدكتور بدل ما هو رايح جاي ومش عارفين هو عنده ايه كويس كده طيب في كلمه مش مكتوبه بس تعالى نتكلم عليها ايه رايك في الريتيكولوسيتيك كاونت المفروض يبقى عالي عشان هيموليسيس المفروض يبقى عالي عشان هيموليسيس حلو يا خالد ماشي ايه تاني ثانيه واحده كده هو انهي خليه اللي بقت ميجالوبلاست يعني في انتاج الار بي سيز في انتاج الار بي سيز مين الخليه اللي كان اسمها ايه بقت ميجال فاكر دي النورموبلاست النورموبلاست بقت ميجالوبلاست وهو مين اللي بيعمل ريتيكولوسايتس النورموبلاست اه كده شفت دي فيبقى كده مفيش ريتيكولوسايتس صح كده يبقى ريتيكولوسايتوبينيا يا نهار ابيض خلي بالك بقى عشان انا اخدت من شويه بان سايتوبينيا ويز ريتيكولوسايتوبينيا برضو اللي هي مين بقى ابلاستيك انيميا هنا نفس الكلام انا عندي بان سايتوبينيا ويز ريتيكولوسايتوبينيا بس اللي خلاني عرفت ان دي مجاله بلاستيك ايه بقى الماكروسايتوزس الام سي اتش العالي ام سي اتش سي نورمال وهايبر سيجمنتد نيوتروفيلز لو عايز اضافات صغيره يعني هيبقى فيه كمان انايزوسايتوزس واتفقنا ان الانايزوسايتوزس دي بتاعت الار دي دبليو اللي كانت اميره بتسال عليها في الاول دي مع النيوتريشنال ايه ديفيشنسيز بشكل عام وفي حاجه كمان كنا شفناها زمان او كنا اتكلمنا عليها زمان اسمها هاول جيلي بودز حد يفكرني بيها كده بسرعه الهاول جيلي بودز دي اللي هي كانت المفروض اللي فاكره كان بوست سبلينكتومي ايوه بوست سبلينكتومي هي الفكره في ايه الفكره ان الار بي سيز الماتيور المفروض تنزل ما فيهاش نيوكليوس ايون بياخد منها جزء دي بقى ريمينانس ايوه فلو نزلت ار بي سيز فيها بواقي نيوكليوس يسموا ده هاول جيلي بودز طب ما هنا الار بي سيز ما حصلهاش فول ماتوريشن صح كده فممكن تنزل فيها بواقي نيوكليوس يسموها ايه بقى هاول جيلي بودز اللي ممكن نشوفها في بوست سبلينكتومي ولوكيميا ومجاله بلاستيك انيميا فهمت الحكايه يبقى خلي بالك عشان خاطر بص كده انا عارف انت هتصحى ازاي شايف انفستيجيشنز دي اكتب عليها سؤال مهم اهو اوكي ماشي وهيجي لك ان شاء الله في امتحان النظري وهتفتكر انك درسته في وقت الحظر اهو وكنت عايز تمشي اوكي فخلي بالك معايا يبقى بان سايتوبينيا وريتيكولوسايتوبينيا اقف بقى قولها تاني بقى عشان واضح الموضوع انترستيك ايه وايه عايز بقول لك قولها تاني عشان واضح الموضوع طلع انترستيك ده الموضوع فظيع جدا بتاع ده اسمع الريكورد يا عزو بص كده فيبقى العيان عنده ايه حاضر هسمع الريكورد تعالى بس واحده واحده العيان عنده صحيح. ايه من الخلاصه من الاخر العيان عنده بان سايتوبينيا وريتيكولوسايتوبينيا ايه اللي خلانا نعرف او سؤال صغير خالص ايه اللي هيخليك تقول ان دي ميجالوبلاستيك انيميا واحد ماكروسايتوزس ميجالوبلاستيك اللي هي عباره عن ايه يعني ام سي في زياده ام سي اتش زياده وكمان ام سي اتش سي يطلع نورمال ممكن نلاقي في البلاد فيلم انايزوسايتوزس او هاول جولي بودز ولكن الاهم هو هايبر سيجمنتد نيوتروفيلز دي دياجنوستيك خلاص على الناحيه الثانيه بقى ما تنساش اوكي كده ان العيان ده هيموليسيز
فممكن تلاقي فيه زياده في ال LDH وزياده في الاندايركت بلوروبين وزياده في الايرن. بص زياده الايرن, بص الشويه دول اكتب عليهم ام سي كيو عشان انت دايما بتيجي تقول لي ايه علاقه ده بده, فاهم ازاي؟ زياده ايرن ليه يا شباب؟ هيموليسيس. هيموليسيس ايوه, ما اتفقنا ان كل الاكسترا فاسكولار هيموليسيس معاهم زياده امتصاص من الانتستين, مش كده؟ فخلي بالك من زياده ال LDH, زياده اندايركت بلوروبين وزياده مين الايرن. كده كده انا قلت ان في بان سايتوبينيا سجستيف ان ممكن يكون ده مجاله بلاستيك انيميا مع ايفيدنس اوف هيموليسيس. تاني بان سايتوبينيا وهيموليسيس لاخر مره, انا هقول التريتمنت بعد شويه همشي, خلي بالك. طيب الخطوه اللي بعد كده اطلع فوق بقى شويه, هتعمل ايه؟ بوم مارو اكزام. لو خدت عينه من البوم مارو هتلاقي عامل ازاي؟ مجاله بلاستيك بوم مارو. معلش في كلمه كتبت غلط, هايبر سيلولار, خليها هايبو سيلولار. معلش هايبو سيلولار بوم ماري مليان ايه؟ مليان مجالو بلاستس لارج سيلز ويز اب نورمال مورفولوجي. لحد كده انا شخصت ان ده مجالو بلاستيك انيميا. يفضل خطوتين, يا ترى مين اللي ناقص؟ بي 12 ولا فوليك اسيد ولا الاثنين؟ الحاجه اللي بعد كده مين السبب؟ يعني مين السبب ناقص؟ طيب عشان اعرف ان ده بي 12 وفوليك اسيد ديفيشنسي بنعمل ايه؟ عندي ثلاث اختيارات. واحد ثيرابيوتيك تيست, وكنا اتفقنا ان ثيرابيوتيك تيست في الميديسن ده يعني تراجع تماما الى شويه ايه احتمالات صغيره محدوده خالص. هنا هو بيعمل ايه؟ يروح مدي جرعات صغيره من فوليك اسيد او من بي 12 ويشوف التحسن. يا ترى مين الخلايا اللي هتظهر وهو بكثره في الدم؟ حد يرد عليا بعد ما يدي بي 12 وفوليك اسيد؟ لا ما حد يرد. ريتكس على طول, ريتيكولوسايتوزس. فاكر لما كنا بنقول اسباب الريتيكولوسايتوزس انيميا اندر تريتمنت؟ تمام. فخلي بالك بقى, عيان عنده ايرن ديفيشنسي انيميا, تدي ايرن يروح عامل ريتيكولوسايتوزس. عيان عنده بي 12 وفوليك اسيد ديفيشنسي, تدي بي 12 او فوليك اسيد, مستني الاستجابه الفوريه دلوقتي ايه؟ ريتيكولوسايتوزس. ما تقولش في الامتحان الانيميا تتصلح خلاص كده, لا, في الامتحان تقول ثيرابيوتيك تيست بي 12 وفوليك اسيد سبلمنتيشن الاقي ريتيكولوسايتوزس خلاص كده. الحاجه الثانيه او الاوبشن ده, الاوبشن رقم واحد اهو. الاوبشن الثاني عندي ان انا اقيس مستوى البي 12 والفوليك اسيد, اقيسهم في المعمل بريديو امينو اسي. اكتب يا عمي ان ده فيتامين اسي, يلا هقيس مستوى الفيتامينز. ثلاثه زمان قوي كان ممكن يعمل حاجه اسمها تشيلينج تيست وفيجلو تيست. طبعا ده ما بقاش يتعمل دلوقتي من بعد ما المعامل بقت تقيس مستوى البي 12 والفوليك اسيد ايه خلاص. اراجع معاك بسرعه جدا جدا, انا عندي دياجرام اللي هو على الشمال ده, عندي كوز عمل بي 12 وفوليك اسيد ديفيشنسي اثر على البوم مارو, بقى عندي بان سايتوبينيا اند هيموليسيس. بس ده البيس بتاعك بتاع المجال البلاستيك انيميا. السي بي سي والبلاد فيلم يبقى لك حكايه بان سايتوبينيا وماكروسايتوزس وهايبر سيجمنتد نيتروفيلز وهاول جولي بودز. الكيمستري زياده في ال دي اتش, زياده في البيروبين, زياده في الايرن عشان ده هيموليسيس. اطلع على البوم مارو خد عينه مجال بلاستيك, يبقى كده يا بي 12 يا فوليك اسيد. اديهم يديات عمل ريتيكولوسايتوزس, اسهم في الدم تلقاهم قليلين, او كان زمان بيعمل حاجه اسمها تشيلينج تيست او فيجلو تيست, هنتكلم عليهم دلوقتي ونشوفهم ايه. بعد ما عرفت ان هو بي 12 او فوليك اسيد ديفيشنسي او الاثنين, هتعمل ايه؟ انفستيجيشنز فور ذا كوز, زي انتي بارايتال سيلز انتي بودي او انتي انترنسيف فاكتورز انتي بودي في حاله مين؟ البرنيشيس انيميا. ايه حكايه تشيلينج تيست وفيجلو تيست؟ تعال نشوف فيجلو تيست ده بتاع الفوليك اسيد ديفيشنسي عشان ده سهل وجميل. قال لك لو اديت لحد اورال هيستيدين امينو اسيد او بروتين, يعني هدي اورال, هيتحول جوه الجسم لمركب اسمه فيجلو, ده الحروف الاولى من المركب. والفيجلو ده في وجود الفوليك اسيد, خلي بالك هنا ده كده, هيتحول الى جلوتاميك اسيد. جلوتاميك اسيد اللي هيروح نازل في اليورين, كويس كده. يعني في الاخر لو انت اديت لحد اورال هيستيدين وعنده فوليك اسيد في جسمه بكميه كافيه, هينزل لك في اليورين جلوتاميك اسيد, كويس. طب يا ترى لو مفيش فوليك اسيد, كويس كده تمام, واديت لحد هيستيدين, يظهر في اليورين مين بقى؟ فيجلو. فيجلو بالظبط كده اهو ده, كويس. فالموضوع ببساطه طبعا ما بقاش دلوقتي خلاص ان احنا بنقيس الفوليك اسيد في الدم عادي خالص مفيش مشكله, او احنا بندي على طول اصلا بالسبلمنتيشن ويظهر الريتيكولوسايتوزس, اوكي. لكن الموضوع دلوقتي اصبح بسيط. الفيجلو تيست ده معلش بيتسالوا في الكلينيكال باثولوجي, اكتب عليهم كلينيكال باثولوجي بيتسالوا بعنف. يعني الفيجلو تيست عباره عن ايه؟ انت هتدي لحد اورال هيستيدين وهتستنى في اليورين, ايزر يطلع لك جلوتاميك اسيد يبقى ده عنده فوليك اسيد كويس, او يطلع لك فيجلو يبقى ده ما عندوش فوليك اسيد. لان انا عندي القصه خطوتين,
هيطلع الهيستيدين فيجلو، لو في فوليك اسيد هيطلع جلوتاميك اسيد. مفيش هنقف هنا وده اللي ينزل في اليورين. بس تيست سهل جدا مفيش اي مشاكل. عندي تيست بقى اسمه تشيلنج تيست، اوكي هنتكلم فيه دقيقتين بالظبط. وتشيلنج تيست اوكي لما تيجي تقرا كده معايا شويه هتعرف ان هو في الاغلب بيتكلم على عيان هو مشخصه بي 12 ديفيشنسي يعني. اوكي تمام، لكن تعال نشوف هو هيعمل ايه. واحد هيروح مدي للعيان بي 12 انترا ماسكولار، ركز معايا هتحتاج دلوقتي بعرف شويه هتعرف ليه هيدي له انترا ماسكولار. هيروح مدي جرعه كبيره 1000 مايك حقنه انترا ماسكولار من بي 12 كويس، وبعدين هيدي له اورال بي 12، والاورال اللي هو بيديه ده راديو ليبلد، يعني عامل له ليبلنج براديو اكتيف ماتيريال كويس. تمام، السؤال الاولاني هو ليه ادى بي 12 انجكشن في الاول؟ اوكي قال لك واحد هيملى الستورز ويملى الاماكن على الترانسكوبالاميلين، فبالتالي يفضل ايه بقى اي بي 12 بعد كده هتديه اورال هيروح فين؟ هيروح نازل في اليورين كويس. تمام، عارف انت الامريكان بيقول لك ايه؟ بيقول لك ملحوظه او معلومه ظريفه جدا، بيقول لك يا ترى اعلى تركيز، اعلى تركيز للفيتامينز موجود فين؟ موجود في المجاري، لان انت عارف كتير جدا من الفيتامينز لما بتاخدها والجسم اصلا ما عندوش ديفيشنسي بتنزل مع اليورين. هو هنا هيستغل نفس الفكره دي، يعني هيدي بي 12 انترا ماسكولار حقنه، فهيعمل ساتوريشن للستورز وللترانسكوبالامين بايندينج سايتس. كل بقى بي 12 هتاخده بعد كده اورال هيعمل ايه؟ هينزل في اليورين بمعدل 25% في اول 24 ساعه. خليهم يا عم 24 24، يعني الكميه اللي انت خدتها دي اورال او للعيان خدها دي اورال، لو الجي اي تي سليم، خلي بالك بقى من دي، لو الجي اي تي سليم اوكي هيمتص دول ويروح واقع ربعهم في اليورين في اول يوم، 25% في اول 24 ساعه. فبالتالي هيجيب العيان يديله حقنه بي 12 انترا ماسكولار، بعدين يديله اورال ريديو ليبل دي بي 12، ويستنى يشوف في اليورين هيخرج قد ايه. نورمالي يخرج اكتر من 25%. طيب افرض ما خرجش، معنى كده ان هو ايه بقى؟ مش بيمتص بي 12 كويس. فيبدا يعمل ايه بقى؟ يبدا يغير مره، يدي الاورال بي 12 ده ويدي معاه انترنسيك فاكتور كويس كده. تمام اهو. طيب لو ظهر بقى البي 12 في اليورين بالتركيز المطلوب، يبقى العين عنده ايه بقى ساعتها؟ انت دلوقتي هو ما كانش بيمتص بي 12 كويس كده، انت اديت بي 12 واديت معاه انترنسيك فاكتور فامتصه، يبقى العين كده عنده ايه؟ برنيشيوس انيميا. نفس الفكره برنيشيوس انيميا، نفس الفكره، هيدي له بي 12 ومعاه مضاد حيوي انتي بايوتكس كويس كده. لو الاول ما كانش بيمتصه، ادى بي 12 ومعاه انتي بايوتيك بدا يمتصه، يبقى العيان كان عنده ايه؟ سمول انتستينال باكتيريال اوفر جروس. ادى بي 12 ومعاه بنكرياتيك انزيمز، واخد بالك، بدا يمتصه، يبقى العيان ده كان عنده مال ابسوربشن بسبب بنكرياتيك انسفيشنسي. بس فكره بدائيه بسيطه خالص من 3 ايتمز، هيدي الاول عضل وهيدي اورال ريديو ليبلد ويستنى ربعه في اول يوم في اليورين، بشرط ان الانتستين بتكون بتابسورب كويس. كويس كده تمام. ما حصلش يبدا يديه مع انترنسيك فاكتور، يديه مع انتي بايوتكس، يديه مع بنكرياتيك انزيمز، ويشوف النتيجه عامله ازاي. يبقى هو كده شخص بي 12 ديفيشنسي، وقرب كمان من مين؟ من السبب. ده مراجعه سريعه كده لحكايه ماكروسيتيك ميجالوبلاستيك ماكروسيتيك نون ميجالوبلاستيك، وافكرك ان الماكروسايتوزيس ميجالوبلاستيك اللي احنا بنتكلم عليه، لكن في ماكروسايتوزيس نون ميجالوبلاستيك اللي كنا بنتكلم ان هو بيحصل مع الماركت ريتيكولوسايتوزيس لو تفتكر، الكحوليزم، كرونيك ليفر ديزيز، ميكسيديما اند مايلودسبلاستيك سيندروم. مراجعه مره تانية، هم مكتوبين في اول الكتاب، بس اكتب عليهم، انا عامل لك عليه ستار كده، مهم جدا جدا جدا. تمام، سؤال متكرر جدا جدا جدا، فاضل كلمتين. تعال نتكلم على البرنيشيوس انيميا اللي انت خلاص عرفتها. يعني برنيشيوس انيميا عيان لسبب ما بينتج انتي بوديز ضد البريتال سيلز اللي بتطلع انترنسيك فاكتور او ضد الانترنسيك فاكتور نفسه. النتيجه ايه؟ نقص امتصاص بي 12، فيبقى العيان عنده بي 12 ديفيشنسي. كويس كده. هو انا عايز اعمل برنيشيوس انيميا اختصارا، عايز اعرف لما يجيب لي عيان مجاله بلاستيك انيميا في الامتحان ككيز ريتن او في ام سي كيو، امتى اختار ان العيان ده از هافينج برنيشيوس انيميا؟ خلاص كده تمام، كلمه واحده من الاسوشيشنز. باي ذا واي، بالمناسبه اكتب نفسك كده على جنب، ان هو لو جابك في امتحان كيز فيها عيان مجاله بلاستيك انيميا وما ادالكش اي كلو على الكوز، قول ان ده على طول برنيشيوس انيميا. كويس كده تمام، لكن لازم يدي لك، المفروض يعني يدي لك اشاره ان ده هيطلع برنيشيوس انيميا. ايه الاشاره؟
الاسوشيشنز. خلي بالك بقى عشان هم حاجات سهله خالص. ايه الاسوشيشنز ديت؟ اتنين اندوكراينال اوتو اميون ثايرويدايتس واديسون. مهم جدا الكلام ده. العيان هيبقى عنده او العيانه هيبقى عندها هايبوثايرويديزم وهيبقى عندها اديسون. طب حد يعرف او حد يفكر كده شويه هي ايه المانيفيستاشنز الاشهر لهايبوثايرويديزم والاديسون ديزيز؟ لو قريت هتلاقي ايه؟ تعبانه وهمدانه ومش قادره تقوم وضغطها بيقل طب ما دي انيميا. اخدت بالك؟ فخلي بالك ان هتبقى هنا دور الدكتور انه يطلع الحكايه دي، يعني يطلع ان العيان هايبوثايرويديزم او يطلع ان العيان ايه؟ اديسون. فخلي بالك بس لو جاب لك ايه؟ ميجالو بلاستيك انيميا مع اوكي ماشي الحال. فثايرويدايتس واديسون. الحاجه اللي بعد كده جلد وشعر اوكي فيتيلايجو. والفيتيلايجو من كتر شهرته مع الاوتوميون ديسيز بيسموه ماركر اوف اوتوميون ديسيز او حاجه اسمها بريماتور جرينج اوف هير، يعني ان الشعر يبيض بدري. بس ركز بس معايا في حاجه، الثايرويد والاديسون مع ماكروسايتوزيس دي ميجالو بلاستيك انيميا، الفيتيلايجو في الجلد ده الكلام اللي لو قريته في الكيز هتقول ان دي برنيشس انيميا. الفيتيلايجو في الجلد والكلمه او الجمله او المعلومه شديده الاهميه، بص دي كده زياده الانسيدنس اوف ستومك كانسر. بس علم عليها كده شديده الاهميه. يبقى انت ازاي الاول هتعرف ان دي برنيشس انيميا؟ هتعرف ان دي برنيشس انيميا مع الثايرويدايتس ومع الاديسون ومع الفيتيلايجو. خلاص ايه اهميه ايه اهميه حكايه ذات الانسيدنس اوف ستومك كانسر اوكي؟ إيه تعرف انيميز مع كانسرز جي او تي كانسرز؟ الناس نامت الايرون ديفيشنسي انيميا كان ممكن الكانسر يعمل بليدنج صح كده ويبقى في ايرون ديفيشنسي، بس كان في كانسر مع حاله خاصه من الانيميا بلامر فينسون. ايوه ثانيه واحده بس كده، ايوه بلامر فينسون صح كده، البلامر فينسون سندروم صح جدا اللي كان فيها بوست كريكويد ويب. وفي حد دلوقتي شاطر جدا جدا خلاص كده تمام، بس طلع مالجنسي هيماتولوجيكال مش جي اي تي كانسر، انيميا مع كانسر برضه هيماتولوجيكال. البي ان اتش لما كانت بتقلب اكوت لوكيميا بس مش جي اي تي، ده مش جي اي تي خلاص. طب تعرف بقى انيميا تانية اهي قدامك ويبقى معاها ستومك كانسر برنيشس انيميا كويس. فخلي بالك من الحكايه دي، ايه المشكله؟ خايف من برنيشس انيميا. هتنفستيجيت ازاي كالمعتاد زي اللي فات مجاله بلاستيك انيميا مع نقص بي 12 وبعدين تروح تعمل انتي برايتال سيلز انتي بودي او انتي انترانسيك فاكتور انتي بودي. اخر صفحه عندنا اهو العلاج صح كده. هتعالج ازاي؟ انا عندي كوز، بص كده قصه بسيطه خالص وهو فيها ملحوظتين بس وخلاص هنخلص. انا عندي كوز اوكي، والكوز ده عامل نقص ايزر نقص بي 12 او نقص فوليك اسيد صح كده، ادى الى ظهور مانيفيستيشنز او كومبليكيشنز اوكي تمام، زي بقى بانسايتوبينيا وهيموليسيس وجي اي تي ونيورولوجيكال صح كده. يا ترى العلاجات اللي هتستخدمها ايه؟ اوكي تمام ثانيه واحده، او ايه الايتيمز بتاعتنا يعني في العلاجات؟ اوكي تمام تعال نشوف الايتيمز بتاعتنا في العلاجات كالاتي، نشيل دي بس كده يلا بينا. علاج الكوز ادي واحد، علاج المانيفيستيشنز او كومبليكيشنز ادي اثنين، وتعوض نقص البي 12 او تعوض نقص الفوليك اسيد، بس دي الايتيمز بتاعتك. علاج كوز، علاج كومبليكيشن، نعوض نقص بي 12 ونعوض نقص فوليك اسيد. لو احنا نتكلم على تعويض فوليك اسيد، بندي فوليك اسيد كل يوم 5 مللي جرام لحد ما يتحسن وبعدين نقلل ل 1 مللي جرام في اليوم. مش ده المهم بالنسبه لي، انا المهم بالنسبه لي معلومه خطيره تروح حاطط لي جنبها كده جمجمه قنبله اي حاجه. لما تيجي تصلح فوليك اسيد، معلومه بقى في الام سي كيو في الشفوي سؤال رهيب فظيع، لما تيجي تصلح فوليك اسيد لازم تتاكد ان العيان ما عندوش كمان بي 12 ديفيشنسي. ركز بقى معايا، انا عارف ان انت مخك بقى دلوقتي اجهد وخلاص وقعت وكل حاجه، بس ركز في معلومه صغيره خالص هي المعلومه الاخيره. لما تيجي العيان تدي فوليك اسيد لازم تتاكد ان العيان ده ما عندوش بي 12 ديفيشنسي. ليه؟ لان الفوليك اسيد لما بيشتغل بيحتاج بي 12 وبيكونسيوم بي 12 واخد بالك. فتعالى نتخيل ان عيان عنده ايه؟ عنده بي 12 ديفيشنسي وعنده فوليك اسيد ديفيشنسي، فعنده شويه بي 12 صغيرين، فعنده شويه بريفرال نيوروباثي
كويس كده بسبب الديفيشنس بتاع البي 12، فانت رحت مدي فوليك اسيد وما اديتش بي 12 خلاص كده. النتيجه ايه بقى؟ ان الفوليك اسيد اللي انت اديته ده عشان يشتغل هيستهلك شويه البي 12 اللي عنده، فالاعراض النيورولوجيكال تسوء. بص كده البتاع دي يعني اكتب لي عليها مهمه اهميه فظيعه، اوعى تدي فوليك اسيد من قبل ما تتاكد ان ما عندوش بي 12 ديفيشنسي. ليه؟ لانك ايوه يا شاب. طب ما انا ادي الاثنين وخلاص مع بعض ايا كان هو الديفيشنسي فين. اللي انت بتتكلم على ايجيبشن براكتس ولا بتتكلم على انت؟ طيب لو انت بتتكلم على ايجيبشن براكتس انت بتدي كل حاجه عادي وربنا يكرم تمام، ده اذا كنت اصلا يعني مشخص صح. لو انت بتتكلم على بره، بره مفيش حاجه بتتعطي وخلاص انت فاهم يعني. تمام ماشي. واحنا بالنسبه لنا هو كده كده بيستخدمه يعني لا لا اسد مدام هو بيستخدمه. ما انت عندك sufficient stores يا دكتور شهاب 5 سنين ولا 4 سنين. تمام 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 صح ماشي تمام. فالفكره في ايه؟ اكتب كده لنفسك بالعربي، علم عليها، هتفتكرني لما يجي لك سؤال. الحته دي اوعى تدي فوليك اسيد من غير ما تكون متاكد ان مفيش بي 12 ديفيشنسي. ليه؟ لانك لو اديت فوليك اسيد في وجود بي 12 ديفيشنسي، الفوليك اسيد اللي اديته هيستهلك شويه بي 12 الصغيرين اللي عنده والاعراض النيورولوجيكال هتسوء. بس دي المعلومه الاهم. هتعوض بي 12 ازاي؟ هتعوض بي 12 ازاي؟ انتراماسكولار بارنترال اهو. هندي مين؟ هندي بوفيد بقى اللي انت بتحبها والنيوروبيون والليفابيون والحاجات دي. دي فيها هيدروكسيكوبالامين او سيانوكوبالامين اللي هو يعني البي 12 الاكتيف فورم، وكل حقنه بيبقى فيها 1000 مايكروجرام. كويس تمام. بص بقى يعني ما انا عايزك تشطب لي على المكتوب تحت ده اوكي كده تمام، وتكتب كده هندي حقنه كل يوم every day for a week لمده اسبوع. انا هقولها لك واكتبها لك. هندي للعيان عضل بي 12 حقنه كل يوم لمده اسبوع، وبعدين كل اسبوع لمده شهر، وبعدين كل شهر فور لايف. احفظ دي بقى. يبقى حقنة عضل كل يوم لمدة اسبوع، وبعدين كل اسبوع every week for a month لمدة شهر، وبعدين كل شهر فور لايف. اجين حقنة عضل كل يوم لمدة اسبوع، كل اسبوع لمدة شهر، كل شهر لمدة ايه بقى؟ فور لايف. امال ايه يا دكتور عز وراح فين مش ولا ايه؟ امال ايه يا شباب حكايه انك بتديبه فيت؟ لا موجود. حقنه كل 3 ايام بقى ولا كل اسبوع اللي بتتعطي دي؟ ايوه غريبه جدا. وعندنا راجل برضو بيجي الصيدليه عنده في حرب اكتوبر وصاب وبتاع وبياخد برضو مكتوب. لا ابدله كتير ده بقى عارف ازاي، ربنا يشفيهم طبعا كلهم. فدي الجرعه بتاع التصليح بي 12 اذا كان في بي 12 ايه ديفيشنسي. كويس كده. انا بشكركم جدا يا شباب على النهارده، تعبتكم جدا 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 انا عارف وطولت عليكم، بس ان شاء الله هحط الفيديو. هو ما ينفعش ادي بي 12 من غير فوليك صح؟ لا ما ينفعش ادي فوليك اسيد في وجود بي 12 ديفيشنسي. لا لا العكس بقى، ان انا ادي لا العكس عادي من غير ما ادي فوليك. لا العكس عادي، ادي بي 12 من غير فوليك. ايوه ايه المشكله؟ تمام. تمام ماشي ماشي يا شباب، يلا هشوفكم على خير. هنتناقش في موضوع هنبدا عمل ايه وامتى والكلام ده ان شاء الله على الفيسبوك، لان احنا دلوقتي مستهلكين تماما ومستنفذين تماما يعني. اوكي دلوقتي ثانيه واحده، دلوقتي هوقف الريكورد عشان خاطر الناس اللي بتحب تسال في اخر الحصه كده شويه. اوكي فانا دلوقتي هستوب ريكورد. اوكي.